القلب لكل اللي انضموا لمتابعتنا اليوم. يوم جديد دايما بيجمعنا نحن وياكم ساعتين ونص من الوقت ودايما على شاشة الـ بي سي. برنامجنا ببيروت منطل عليكم بحلقة جديدة غنية بالفقرات والمواضيع، وأكيد إن شاء الله نهاركم اليوم هيك بلش حلو وبكفي معنا بهالوقت المميز اللي رح نقضيه نحن وياكم. بهاللقاء رح نترافق أنا ونيفين. يسعد لي مساك نيفين. مساء النور ساشك. ما مسقبين اليوم بالأسود، بس بتعرفي هلا اللون البارج يعني ما في معرفة شيء. كل شيء منيح الحمد لله. أنت أنا كثير منيحة. بدي أقول لك ينعاد عليك وعقبالية. امبارح ما ثاقبت كنت بالحلقة، فمتمنى لك كل النجاح. ميرسي حبيبتي. ثانك يو. أنا بدوري بدي أرحب بكل المشاهدين يلي عم يحضرونا بلبنان وبالدول العربية، وأكيد بدي أدعي الكل يقضوا معنا ساعتين ونص من الوقت. هالساعتين ونص أكيد ما بيشبهوا ولا أي وقت بمواضيعهم وأخبارهم وتقاريرهم، فكونوا كتار على الموعد. سوا على الموعد مثل العادة ويوميا برنامجنا ببيروت. خلينا نشوف شو حضرنا لكم من فقرات مواضيع لحلقتنا لليوم. لوتروفي يخص ببيروت باخر صيحات مستحضرات التجميل. مصمم الرقص اليف ليحان بعرض مباشر واجمل لوحات الراقصه. والمصوره الفوتوغرافيه نادين اشقر تجسد اجمل اللحظات بصورها. إضافة لكثير من المواضيع المتنوعة، واليوم رح يكون عندنا وقفة فنية مع الفنانة أليسار. صباح الخير. هلا انرجي. لا ناطرينكم تتخلصوا. زيكم كيف حالكم؟ ايه بليز كيفكم؟ منيح. صبا هابي بيرثداي. ثانك يو. هلا عرفت. ثانك يو. انا قلت لك هابي بيرثداي على فيسبوك، بس بتعرفي معجبين التواصل. هابي بيرثداي مره ثانيه. ثانك يو. ثانك يو. دانيا الطيب بنرحب فيكي، وايضا كيسان ابي عاصي كمان بنرحب بحضوركم معنا لليوم. عن جد يعني يمكن هالحلقه منطره مناطره كل نهار سبت مع شخصين بيعطونا هيك بوست لنكفي نهارنا والبوزيتيف انرجي. انا اكيد دانيا ما بعرف. لا انا بنطر يعني ما بعرف كثير. ما انتم بتعطوا الانرجي. حبيبتي دانيا الله يخليكي. اليوم شو موضوعنا؟ في شيء هوس ما هوس؟ ايه انا شوفي بدي احكي عن الهوس بالمشاهير، لان اجاني اتصال مره من ست انه عم بتقول بنتي طاير عقلها بشخص انه بيطلع على التي في كل الوقت، ما عم تدرس ما عم تاكل ما عم، انه خلص فعنا حشرين. رايح ما حددت لي هي، ما حددت لي بس انه شو بدي اعمل. فانتبهت انا انه يمكن لازم نحكي عن هيدا الشيء، لانه في كثير ناس عندهم اياه الهوس. يعني بيصيروا ستوكرز مثل ما بنقول لهم. هول اللي بيصيروا، هول بيصيروا كثير مرات. هلا بدي احكي انه درجات هيدا الاعجاب اللي بيصير اخر من اعجاب لهوس. هو بيسبب مشاكل كثير كمان لكن للمهووس يعني بهالسلابتي او هالشخصيه، وللسلابتي كمان بحد ذاتها. للشخصيات وانتم دائما بتحكوا كل الوقت عن انه شخصيات كيف عم تتعرض مرات ل عرفتي مضايقات. يعني لا لا خوف انا في خوف لا مش اخاف على حالي. لا مش عارفه بس بلشت بالعكس. انا كثير بحب العالم وقتها كون شي محل وبيجي حدا بيقول لي انا بحضرك على ببيروت. كثير بحب حلو الشعور. ايه بس بقولوا لي بحضرك على ببيروت بس ما بسمع شي بتقولي. بس بحضرك بس ما بسمع شي بتقولي. فوتوا من هون بيطلعوا من هون. طيب اليوم شو رح تعلمينا شي ويبقى معلق بالذهن؟ اليوم موضوعي انا بالنسبه لي جدا مهم، ولازم يكون بالنسبه لكم كمان جدا مهم، لانه رح نحكي اكيد بمرحلة معينة رح نحكي عن التحدي اللي أطلقناه أسبوع الماضي، رح نرجع نذكر العالم شو هو وكيف إذا بدهم يعملوه، بس بنفس الوقت بدنا نستبق الأمور وبدنا نحكي عن الترندز. يعني الأشياء الدارجة بعالم التغذية والسوبر فودز اللي رح يكونوا موجودين بعام 2015. هو اللي بيدرجوا كمان في تشيا سيدز. فينا بطل في تشيا سيدز، في سيد تاني اوكي، بس في كمان نوع خضرة رح تعمل معجزات بعام 2015. رح نحكي عنها اليوم ورح نشوف وصفة. حضري حالك دانيا. وصفة للتشيبس بلا ذنب. نعم حلو. قا
كربوهيدرات شيبس بضاعف مش بنص احنا شيبس. نعم مش انا ما بضاعف شيبس بضاعف نعم بضاعف يعني بضاعف امبارح شيبس بضاعف نعم امبارح وينه النقطة انه عن جد بتعرفي بالحمل وهيك بتصير تنتبهي كثير على اكلك وما تزيدي وزن وكل هالتفاصيل بقى امبارح فكرت طب انه عبالنا تشيبس ما عبالي تشيبس وهيك بس ما في شيء مثلا اجى في هيك حسيت شو بحبك يا كريستا انا بعدني عم فكر انه حنصير بسنة 2015 وبعد ما اكتشفوا كيف الواحد ممكن ياكل بلا ما ينصح انه في شيء غلط يعني بس انه انا اكتشفت مش انا اكتشفت هو موجود يعني بس انه انا اخبركم عنه تشيبس ما بينص يا شو حبيتي طيب يلا ناطر بدنا نشوف فاطمه مع مارغريت ما رح نشوفه الاسبوع الجاي بس اخبركم عنه كمان طيب رح ننتقل لاخبارنا الصحفيه من حول العالم ورح ابتدي بخبر عن فنانه التونسيه المحبوبه جدا بنحبها كثير لطيفه اللي عم بتعيش هلا مثل ما بيقولوا زمن الالقاب فمن بعد حصولها على لقب سفيره الطفوله العربيه بتونس من قبل اتحاد سفراء الطفوله العرب واللجنه الوطنيه لليونسكو ونشر صور تنصيبها فاليوم ما تمنح لقب الاناقه الفنانه لطيفه بحيث ظلت باطلاله عشرينيه لها ومبهره وهي كانت لابسه الجينز وتوب اسود مع عائد من اللولو هيدا اللي دفع كل اللي بيتابعوها وكل معجبين يعبروا عن رايهم الايجابي باطلالتها فنالت لقب الاناقه والاهم انه موقع او مواقع اخباريه كانت قد اشارت قبل ايام انه لطيفه قررت اعتزال الغناء والعوده للتلفزيون والسينما مشيره لانه النجمه التونسيه اجتمعت بمنتجين سينمائيين بمصر وقرأت مجموعة من السيناريوهات ولقيت أنه بعدها ملائم لاستكمال مسيرتها الفنية بعالم التمثيل حلو فيمكن من إلا أول شيء ألف مبروك على اللقب للطيفة يعني عن جد يمكن بعدها محافظة على نفس الأناقة من وقت ما بلشت لهلأ يعني من الفنانات اللي بنفتخر فيهم بس أنه تعتزل الغناء لا بدنا نقول لها هيك بدها تأثر علينا يمكن نربحها بالشاشة الصغيرة والكبيرة بس هي شوفي بتكون عم تركز بتكون عم تركز اكثر بركي على التمثيل انا بعرف شوف كثير ناس انه مرات بيزهقوا من نفس الشيء عم بيساووه في ضغط معين بركي بالغنى بركي التمثيل بيريحها اكثر هلا يمكن تغير رايها ترجع للغنى تشتاق او تغني يعني بالتي في يعني مثل ما عملت وصرحت انجلينا جولي انه ما بلاقي حالي بالتمثيل وبلاقي حالي بالاخراج اكثر من بعد كل هالمسيره يعني يمكن بس بستبعد انه على كل حال بلا توفيق شو ما قررت تعمل لطيفه بتضلها محبوبه عنا وعن صحيح كريستال شو انا بخبركم شو خبرينا ليه زعلانه ماني زعلانه لانه انا خبريتي يعني عن جد بتخليني اقول نيه للاشخاص اللي عايشين بدبي عن جد يعني كل هالمدينه كلنا بنحبها ونعرف انها كثير مدينه حلوه وانجازات وكل شيء بس عم نحكي اليوم عن فيديو على يوتيوب عمل 1 مليون فيور يعني مليون شخص بيومين حضروا هيدا الفيديو هو هلا بنشوفه سوا هو عباره عن مشاهد قاموا فيهم طيارين او تقول شخصين شخص سويسري وشخص روسي طاروا فوق مدينه دبي باجنحه متحركه او ماي جاد نعم ليكي شوفي داني ليكي انا بدي شيء عن جد مش طبيعي انا بدي اجنحه متحركه هلا نحن ما فهمنا يعني شو مغزى هيدا الفيديو بس فكرته هو انه عم بيروجوا لاطلاق حمله اسمها اكس دبي اللي هي بعدها كثير سيكريت بس انه فكرتها انه الواحد يطير فوق صحراء دبي بهول الاجنحه ويكتشف اشياء ما بحياته كان شايفها من قبل طيب يكون هو الطيار يعني ايه هو بيتحكم مش طيار هو عصفور اكثر من طيار لانه عم بتطيري باجنحه nothing else ايه ما حدا يعني هو عم بياخذه هو اللي بيقدر ما في ما بعرف كيف بيطير شو حلو يعني ايه اول شيء هيك بيطير السوق لبسها شيء كثير حلو شيء كثير حلو وشيء كثير مميز هالمغامره او الرياضه بدها قلب قوي بدها قلب قوي عن جد مش ما كان مرات انه اذا بتنزل بالباراشوت بتحسي حالك خايفانه فكيف هيدي انه بدك تصيري تروحي وتجي بس انه في ناس بتتحدى حالها هون انه لا بدي ساويها يعني اذا بتتذكروا المرات اللي خاطرتوا فيها ايه جد انه قد ايه الواحد بيتردد بس بعدين بيساويها هلا انا بعرف كثير عالم بيسافروا على دبي تيعملوا سكاي دايفنج صحيح نطوا من
الطياره كثير لانه مش كثير موجوده افري وير يعني سو كثير بعرف عالم انه بيكونوا حاطين براسهم خاصه انه صراحه هو في وزن معين لحتى تقدري تعملي سكاي دايفنج لازم نعمل رجيم في كثير عالم بيجوا لعندي بيكونوا حاطين براسهم ايه عم تفكري فيها لا لا في كثير عالم دانيا وشباب سبيشلي بيجوا لعندي بيقولوا لي انا ون اوف الطموح تبعي هو اني اعمل سكاي دايفنج سو حابب اني اضعف لوزن معين مش انه روحوا يقولوا لي لا ما فيك تطلع بالطياره يعني والاكثريه بيعيدوها على فكره هول المغامرات بتفكر انه معقول تعمليها وما بقى تعيديها بس يمكن بتحسي حالك كثير مبسوطه يعني بتخيل الاحساس اللي حسه شو شاف من فوق بحس حاله الواحد سوبرمان سوبرمان بتطير حطوا لي شوي هيك اشياء صغيره ياي بدنا ننطر شوي حتى يفهمونا شو هي الحمله شو هي طريقه التصوير لانه كثير حلوه للفيديو يعني مش انه مصور كيف ما كان اكزاكتلي مبين شيء حمله بروفيشنال اكثر من شيء يعني لنشوف لنشوف دانيا شو خبريتك؟ انا خبريتي عن موضوع الاكتئاب الديبرشن في ناس بيصير معها اكتئاب ما بيعرفوا ليش انه ما بيكون صاير معهم شيء ما بيكون معرضين لشيء انه بيروحوا عند الاطباء النفسانيه ما في شيء بيسبب له هلا ايه صاروا يقولوا فترات انه هيدي شيء بيولوجي بيكون انه في لخبطه بكيماويات الراس بس في دكتور اسمه تيرهان كانلي من جامعه ستوني بروكس اكتشف عمل بحث مؤخرا اكتشف انه الديبرشن ممكن يكون نتيجه فيروس او بكتيريا ايه هي اللي بتسبب لهول اللي مكتئبين كثير يبطلوا يقلوا جلادي يظهروا يضلوا عم بيناموا كل الوقت بيفقدوا الحماس يعني هول كثير طباع من الدماغ من حركه الدماغ انه ملتهب في شيء معين فمثل كانه في بارازيت يعني بس بعد ما عرفوا شو هن بدهم بعد يعملوا ابحاث اكثر لا يعرفوا فمرات كثير انه بتشوفي ناس انه عندهم هيدا الاكتئاب القوي ما عارفين من شو بصيروا الناس عرفتي بيتمسخروا عليهم انه قوم شد حالك بس هن جد مرات ما بايده الواحد مثل ما كيف عم بيلقط فيروس بيرشح بيلقط فيروس لحتى بس هيدي الحاله بتبقى مستمره معهم كل الوقت ولا ممكن تصير فتره معينه يعني مرات الفيروس لوحده بيروق بس اذا بكتيريا بتطول ممكن يعني بعد هيدي بدها ابحاث اكثر بس انه بلشوا يلاقوا خيوط لهيدا السبب ايه الاكتئاب ليش عم بيصير بس دانيا انت برايك هيدي الحاله ليه بتصير الاكتئاب ما الاكتئاب هيك من دون سبب بس بحس انه بتصير مع الاكثريه ما هي يعني. هذا اللي كان يحيرنا انه يا عمي طيب ما في شيء عاده بتكتئبي اذا صار مصيبه مثلا او اذا صار في اشياء او هو مفهوم الاكتئاب ما بعرف يعني يمكن مفهوم الاكتئاب عن كل شخص شيء يعني هلا هيدا عم نحكي على الاكتئاب القوي القوي اللي بيمنع الشخص من انه يصير يظهر يمارس حياته الطبيعيه يمارس حياته الطبيعيه مش انه شوي زعلان لا لا, لا مش ايه يعني الديبرشن اللي يعد ديبرشن عياده الاكتئاب العياده اللي ست اشهر واحد خلص عنده هيدا المود الواطي كل الوقت بصير مرض إيه؟ هون كمان الاكتئاب ما هي مرض نفسي بيسموه هيدا بس ايه لما بيكون مطول هون بيشخصوه انه لا عنده اكتئاب اذا تحددت حياته فهلا منيح انه على القليل اذا اكتشفوا انه فيروس او بكتيريا ممكن يلاقوا له دواء اقوى من مضادات الاكتئاب العاديه فهي خبريه حلوه معقول يلاقوا حل لهالمرض ايه وما بقى انه مرات يعني في فينا نقول له ما خصك انت اوكي لاقيت شيء ميكروبي هذا اذا اكدوها على المضبوط بعدين انا بحس ما بعرف على هذا الموضوع كل شيء هيك يعني بالعقل يعني بحس انه هو الانسان بيكف حاله او ما بيكف حاله مزبوط بس مرات بتيجي ضغوطات كثير قويه نبيل كلنا عندنا قدره تحمل الواحد بيفرط أيه. انا بخبريتي رح ابقى بلبنان وتحديدا من مدينه جبال وفوز شجره العيد بثاني اجمل شجره بحسب صحيفه The Wall Street Journal يلي نشرت صور لها وارتفاع شجره 30 ومغطاه ب 2500 ورقه من الحديد المطلي باللون الذهبي وتصميم الزينه يوافق كريتا فهي لشركه براندوم الرائده بابتكاراتها ومدينه جبال منا بعيده ابدا عن الجوائز فهي حصدت على عدة جوائز بالسنوات الأخيرة ومنها جائزة التفاحة الذهبية وأيضا حازت على أفضل مدينة سياحية عربية لعام 2013 وحصلت على لقب ثاني أقدم مدينة بالعالم صار بدها مشوار على جبال يعني صح كنت امبارح عم بقول بدي اطلع شوف زينة الأعياد لأنه يعني معقول بعد ما شفناها لايف لشجرة قديش سميناها أجمل شجرة بالعالم
ما لازم نقول هيك، عايزه نقول هيك. وقد يعني بعيدة. ساعه من سكون وصلنا عن جد مش بعيده ابدا جبال علينا. اذا مش باجواء العيد بتكون حلوه جبال بمهرجاناتها. بالصيف مش معقول هالمدينه فيها سحر خاص. وقد ايه بترجعك هيك لا بتحسي هيك مدينه قديمه بتعطيك شيء من التاريخيه والسياحيه. هيدا الحلو، السوق العتيق بجبال. فما في، يلا لازم نعمل جاذرينج عن جد. يلا بنخلص الحلقه ونروح. شو في عندنا يوم سبت؟ يوم سبت هيك كمان بنحيي كل اهالي الجبال والجهود يعني لهالمدينه والرئيس البلديه، لانه دائما عم بضلوا بنشاطات مكثفه لاحياء مدينه جبال دائما. ومن بعد ما قمنا جوله على اخبار الصحف رح ننتقل لتقرير عن ريانا يلي بتطلق تيزر اغنيتها الجديده باسم كيس إت بيتر. أطلقت النجمة العالمية ريهانا تيزر جديد لأغنيتها الجديدة كيس إت بيتر. وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، والذي تداولها مرتدو صفحتها بشكل كبير. وقد شاركت ريهانا كولمان، جيف جوكر وناتاليا كلايس في تأليف وإنتاج الأغنية، بينما يعد هذا التيزر هو الثاني من ألبومها الجديد والذي يضم 8 أغنيات. يذكر أنه تم إطلاق مؤخرا تريلر لفيلم ريهانا الجديد والذي يحمل عنوان هوم، وهو فيلم أنيميشن تشارك في بطولته مع عدد كبير من النجوم، من أبرزهم جينيفر لوباز، جيم بارسون، ومن إخراج تيم جونسون. ومن المقرر أن يطرح هذا الفيلم بدور العرض السينمائي الأمريكية يوم 27 من مارس المقبل. I have found our car. Now it's all out in June. Are you trying to drive me crazy? DreamWorks Home. Rihanna. بتحبيها ولا مثل لا بالعكس انا بحبها كثير. زعلانه كثير على حالها. هي زعلانه كثير لانه كريس براون عم يرجع لحبيبته عم بيعتذر منها، فهي بحاله اكتئاب. لكن عم نحكي عنه نتخيل انه هي بحاله اكتئاب وما كانت ما كانت يعني ما كانت مرتاحه كثير مع كريس براون، بس معروف قد ايه بتحبه. اوكي بتحبه بس انه يعني عم بيقول عبر السوشيال ميديا انه هو اهبل انه بده يرجع لحبيبته، يعني حتحس اكيد انه عم بيعتذر من حبيبته. هي يعني صعب هلا عايشه بحاله اكتئاب، بس هذا التيزر اكيد هيك رفع لها معنوياتها، لانه بعتقد الفيورز اكيد كثير كثار من وقتها نزلته على انستغرام. اوكي هيدا كان الخبر عن الفنانه ريانا. رح ننتقل لتقرير ونشوف بعض المقتطفات عن فيديو كثير مهضوم. رح نشوف بنت صغيره، مش معقول عالم الاولاد دائما بتتفاجئ هالفتاه الصغيره بدات الرقص بالسبوي بنيويورك، مثل ما عم نشوفها انه كانت كفيله برسم الابتسامه على وجوه الحاضرين، وحتى جعلتهم ينسوا كل همهم وحتى ينسوا الوقت بانتظار القطار، مثل ما نشوف عم نشوف بعض الاشخاص عم تتفاعل معها بطريقه الرقص. وبالرغم من انه ما توصلنا لنعرف شو اسمها لهالفتاه الصغيره اللي عم نشوفها، الا انه كانت عم ترقص على اغنيه مي اند ماي انكل. مش معقول الاطفال يعني كيف بيعملوا اجواء، بيخلقوا جو من المرح والسعاده عند الاخرين. يعني بتعرفي بيقولوا الاولاد بيضحكوا بمعدل 350 ضحكه بالنهار، بس يكبروا الكبار بيضحكوا شي 18 مره بالمعدل، فتخيلي قد ايه بيكون نفسيتهم بعدها مرتاحه اكثر. شوف الالرجي شو حلوه للفتاه، بس شو حسست العالم. يمكن اما اللي عم بتحمسها زياده او هي عم تحمس امها ما بعرف.
مهضومة. هيدا كمان بركة اليوم مصمم الرقص أليف ريحان رح يكون بضيافة ببيروت، بده يحكي عن تصميم الرقص وكمان تشجيع الأولاد خاصة لا يرقصوا، لأنه يمكن الرقص دانيا ما بعرف بيعطي انرجي انرجي طاقة صح. بغير من لا مود. بغير المود كمان ايه بجنن ومهم للاولاد هيك يعملوا حركة معينة صح. رياضة رياضة مزبوط. قبل ما نتوقف مع فاصل كمان مثل العادة يوميا رح نشوف كمان الاطباق اللي تحضر من ببيروت، واليوم بضيافتنا شاف شارل عزار، بركي بنروح انا وياك كريستال لعند الشاف لنشوف شو محضر وناخذ كمان تعليقك عن المكونات. انا مش كثير مبسوطة اليوم من الشاف. ليش؟ عم بيعمل اشياء ساشا غير جيدة. اشياء غير جيدة لا صحيا اكيد مش انه اي شيء. شاف شارل يعطيك الف عافية، كيفك شاف؟ الحمد لله، انتم كيفكم؟ تمام الحمد لله. شو الوضع كريسال؟ عم بتقول لنا في شيء محضره شكله يمكن اذا بدها كثير في كالوري. ايه لانه اذا فيها قصة كالوري ايه لا مزبوط، بس للطعمة طعمة كثير طيبة اكيد. لا هيك ما في شك. طب شو اوكي رح نعمل؟ رح نعمل بلاك فورست. البلاك فورست معروف عالميا، هو من هو جيرمان، هو الماني بس نقول بلاك فورست دغري بنفكر نحن انه بده يكون السبونج تبعه بده يكون شوكليت وبدنا نعمل ويبينج كريم بدنا نحط معه فانيلا. هلا هن الالمان وبيوروب كلها انه اكيد بحطوا له هن كيرش. كيرش هو جاي من الكرز، نحن رح نستعمل الكرز بس نحن ما رح نستعمل الكيرش يلي هو الكحول، رح نعملها نحن بس بالفاني وبالكرز. اوكي وهيدا هدول المكونات تبعولهم. رح نعمل كمان رح نعملها البانش تبعها، البانش هو كمان عصير الكرز رح نحطها على البسكويت لحتى ما تطلع ناشفه، ونرجع نلفها ونعملها ديكوراسيون، نعمل الديكوريشن تبعها بالشوكليت. الا طب انا فاشله. طب كريستال شيء يكون هيك؟ لا لا هلا وقت الاعياد الواحد ما بيفكر اكيد، هو الواحد ما بياكلهم كل يوم مش ايه صح. هلا انا رح اعملها بطريقه اهين، لانه انا عملت هيدي الكرييشن عملتها لسوفيل كيترينج. انا رح اعملها هلا لحتى اعلم المشاهدين عليها ليقدروا هن يقدروا يعملوها بالبيت ويقدروا يلفوها. يعني بتنعمل بالبيت؟ بتعرف الحلو كمان شاف شاد بيبقى دقيق، يعني بتبقى بدك تلتزم بالمقادير المكونات ما في زعبره، مش مثل الطبخ رشه ملح مضبوط. الدسار شوي اكيد شوي في جراماج لازم واحد يتبعهم لحتى يطلع عنا الشغل مضبوط. يعني مثلا وقت بدنا نعمل الرولاد يلي هي البسكويت تبعيتها او السبونج كيك لازم ننتبه انه وقت بدنا نعملها لازم نحط على المكنه البيض والسكر مع البرش الحامض او الاورانج والفاني ونخفقهم، بدهم حوالي 5 دقائق او 7 دقائق خفق بالويسك هون بالشريط لا يرفخوا ليصير الفوليوم تبعهم 4 مرات اكثر من الحجم يلي بكونوا محطوطين فيه. بعدين بتصير بتبيض المزيج بيبيض، بنرجع بنحطهم على صينيه بندهنها بنمدهم بنفوتها على فرن. الفرن بده يكون حامي، بده يكون حراره الفرن 230 درجه مئويه مش فهرنهايت، سلسيوس سنتيغريد. بتفوت على الفرن حوالي 4 دقائق إلى 5 دقائق مش اكثر لحتى نقدر بعدين نقدر نرجع نلفها. بدها تكون طريه، اذا تركناها وقت كثير بتحمص، اذا حمصت ونشفت ما بعد فينا نلفها بتكسر. مشان هيك بتلاقوا مرات بمجلات او بهذا او الجيران بيقولوا لبعضهم انه حطوا شقفه وحطوا لها مي صح لنطريها، بس هو هيدي الانكونفينيون فيها القصه انه بتصير تعفن ما بعود يضاين. مشان هيك نحن افضل نشتغلها على المضبوط على الاصول على الاصول، بدنا نشتغلها بهالستابس هدول. انا بقول لا لازم ببلش حط البيض. خلينا نشوف لحط اول شيء البيض. كم بيضة تقريبا؟ هدول 7 بيضات. 7 بيضات اوكي. مع 260 جرام سكر. هلا شيف بس سؤال. اذا الواحد حابب يعمله لهيدا الكيك يكون شوجر فري، فينا نحط بدل السكر سكر بديل؟ يعني اكيد 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 اوكي. رح احط خلص ببساطه رح احط برش الليمون. اوكي اكيد مهم كثير، لانه الاشخاص اللي عم يعملوا دايت او اللي عندهم سكري بيفكروا انه هول الاشياء ممنوع ان ياكلوهم، بس تطورنا لا فينا نعمل تغييرات بسيطه. بس كريستال دايت مش يعني فينا نكثر قد ما فينا من اكيد لا اكيد لا بالنهايه اكل منه. اوكي هون فرجي المشاهدين في عندي الفانيلا، هذا عود فانيلي طبيعي اوكي
اكيد بالبيوت بالاغلبيه بيستعملوا الفانيلين يلي هو البيضة الباودر، هيدي برودوي شيميكي هي منا طبيعيه، هيدي اصلا مخلوط بسكر مش صح؟ في مرات بيكون مخلوط بسكر. الليكيد الليكيد منيحه انا بفضل اذا بيستعملوا الجوس او الستيك. اوكي شموا ريحتها، ريحتها كثير حلوه كثير، يعني اذا بتزيدي منها ما بيمرمر الكيك وبيعطي ريحه كثير حلوه، اصلا من هيدي بيعملوا منها البارفان صح يلي هو على باني، اذا بتشموا ريحتها هيدي ريحه كثير بارفيمي وبتلتقى. انا بلاقيها دائما بالسوبر ماركت مطرح ما بحطوا اغراض الكيك. مش صعب بحطوها هيك وحده، مزبوط وحقها غالي كثير، يعني حقها يمكن بالسوق الوحده حقها $3 $4. الافضل نوعيه افضل جوده للفانيلا هي فانيدو تاهيتي، تاهيتي هي التوب، بتبقى مزايته كثير من برا وبتبقى بتلمع، اذا كانت ناشفه ما نشتريها لانه بتكون من جوا بتكون ناشفه، لنحافظ عليها اذا اشترينا كميه بنحطهم بالبراد بنحافظ عليهم مده اطول. انا بدي اقول شغله بس للمشاهدين، انا عم دورها على الخفيف مشان ما تعطي صوت كثير، بس هن لما بدهم يشتغلوا على البلندر لازم يحطوها بهالسرعه بهالسرعه لمده 7 دقائق بيطلع الفوليوم بيصير 4 مرات او 5 مرات اكثر، بيطلع ابيض بيبيض يعني وبيصير مثل ريبان اخذ بعضه. اوكي جريت. طب شوف لكن حضرت لكن حضرت هالخلطة أكيد رح نطلع عليك كل شوي. شكرا لحضورك معنا شاب شاب عزار. ميرسي كثير كستار، رح نزلك ترتاحي شوي أكيد، تاخذ بريك تحضري أو رح أقعد معه للشاب شو هيك تساعده. إيه اتكلنا عليك، لكن رح نروح مع أول فصل علينا وبنرجع بنتابع بقية فقراتنا بعد البريك. فاتبونا السنة. أكيد نقلنا لكم أجواء الكيدز موندو بالعاصمة اللبنانية بيروت اللي كل سنة بيقوموا بنشاطات كثيرة خلال هالمناسبة خلال هالموسم، يلي شاركوا أيضا بإضاءة شجرة العيد بوسط بيروت. وبضيافتنا ميرنا سويد مديرة التسويق والعلاقات العامة بشركة كيدز هوليداي وكيدز موندو. أهلا وسهلا فيك ميرنا. اهلا فيكم. كيفك؟ منيحه تمام تبع الحمد لله. وايضا كمان دانيا بنحييكي معنا بهالفقره. ميرنا، هيدا اللي شفناه مثل ما ذكرنا جزء بسيط كثير من الاحتفالات والنشاطات اللي بتقوموا فيها بكيدز موندو، خبرينا شوي عن الافكار كيف بتطلع فيها كل سنه عن سنه. اكيد انتم هلا شفتوا شخصيتين من شخصيات كيدز موندو الاساسيه اللي هن كوزمو الصبي والذا بيج دوغ اسمه دوغزيلا، بس اكيد في بعد اينا ليلو ذا تيرتل الاولاد كثير بحبوها. وهلا بكريسماس اكيد في سنو مان وسانتا كلوز والالفز وكل الشخصيات الخاصه بكريسماس. كيف بنطلع بكل الأفكار؟ اكيد نحن في عنا اكيب كثير كبير، تيم كيدز موندو مؤلف من 300 شخص. صحيح، لانه نحن مدينه كثير كبيره مخصصه للاولاد اللي اعمارهم بين السنتين وال14.
وبتمتد على مساحة 10300 متر مربع من المساحات المبنية على طابقين ببيروت ووتر فرونت. قد ما احكيكم عنها او مش عن مثل الاجواء بس مش مثل لما انتم تروحوا حتى يمكن مرنا كنا نتفاجئ الاهل كانوا يستمتعوا اكثر باللي عم بيشوفوه بالاكتيفيتيز اكثر من الولد لانه موند او عالم للطفل. صحيح. وكل شيء بحب يصير على كبر بيقدر يمارسه بهالساعتين او ثلاث ساعات اللي بيقعد فيهم. فيها نوع من الاورينتيشن، هي عباره عن مدينه مصغره فيها مهن مختلفه، الاولاد بفوتوا على كيدز موندو او بسافروا على مدينه كيدز موندو ليشتغلوا. ففي مهن عديده، في سوبر ماركت، في بنك، بيستعملوا لعمل اوتيل، بيشتغلوا وبيقبضوا مصاري، المصاري هي الكيدلرز عملت المدينه، بصيروا يجمعوا مصاري فيهم يفتحوا حساب، ياخذوا اي تي ام كارد، يسحبوا من الاي تي ام ماشين عملت المدينه ويتصرفوا بالعمله مثل ما هن بدهم ويشتروا هدايا او يصمدوا مثل ما هن بحبوا. مرنا هون الصور عم نشوف الزينه تحديدا هلا الحاليه بكيدز موندو. مثل ما حكينا دانيا قديش مهم نشارك الولد بهيك نشاطات كثير يتفاعل مع غيره كمان من الاولاد كثير. شو بيعملوا دراسات؟ شو بينمي قدرات الولد؟ ما هي بيعملوا دراسات انه الاولاد اللي بيكون بنحطهم بهيك اجواء باستمرار اشياء يتعرضوا لها يتعلموه، مش بس عم بيتعلموا بالعكس قال بيزيد ذكائهم. يعني غير ولد ما عم بتفرجي شيء قاعد بالبيت مثلا، ما بيقولك مجرد ما عم بيروح على حضانه او على مدرسه وخاصه اذا عم بتلعبيه باشياء عم يشتغل تفكيره قال بيزيد نسبه ذكي. هي الفكره سوري بكيدز موندو الكونسيبت تبعنا بيجمع بين التربيه والترفيه ادوتينمنت، يعني الاولاد بيتعلموا بطريقه غير مباشره هني وعم ينبسطوا اشياء كثير مهمة وبتعطيهم قيم عديدة، اهمها انه يتعلموا قيمة المصاري، يتعلموا ينموا اهم شغلة ينموا شخصيتهم، يتعلموا التيم ورك لانه في كثير اوقات لازم يشتغلوا مع بعضهم ليوصلوا للمهمة اللي عطيناهم اياها. وهذا انه كل ما يروحوا مرة بيكونوا عم بجمعوا بعد ولا خلص مشان هيك يعني في استمرارية مش زيارة وبس. لا منا زيارة وبس، ما في حدا فات لعنا مرة الا مع عيدة بفكر حدا منكم كان عم بخبرني انه قريبين يمكن انت صح بضلوا عنا بضلهم بكيدز موندو لانه فكرة كثير جديدة، فكرة مثل ما كانت عم بتقول دانيا قد ايه بتنمي شخصية الولد وبتحسي يعني قضى ساعتين ثلاث ساعات ووقت طويل وظهر مبسوط على باله بعد يبقى، يعني ما في حدا من اولاد اخواتي فات وكان الا عم بيبكي بده يضل مضبوط بيبكوا انه بدهم يضلوا وما عبالهم يفلوا، خصوصي كمان اذا بعمر معين يعني على السبع سنين لما يصير الولد يفكر شو عباله يصير لما يكبر. أيوة. عرفتي ويروح فعمر كثير دقيق. كنا عم نحكي قبل بخبر عن اضاءة او عن شجرة الميلاد اللي طلعت احلى شجرة بمدينة جبيل، نبقى بهالاجواء واجواء العيد اللي نقلتوا لنا اياها كمان بكيدز موندو ميرنا لانه نهار الخميس تم اضاءة شجرة العيد بوسط بيروت وكنا معهم وكنتوا كلكم حاضرين. طيب. مع الناس كمان اللي كانت حاضره بداون تاون، خلينا نشوف بعض اللقطات بهالتقرير لانه كاميرا ببيروت كانت حاضره بهالاجواء وبنرجع بنتابع حديثنا. أنشطة الميلاد المجيد الاستثنائية كما في كل عام من أسواق بيروت وأشعلت شخصيات سانتا كلوز وسنومان أجواء العيد في مسيرة تفاعل معها الأولاد على إيقاع الموسيقى الاحتفالية. شارك الجميع في إضاءة شجرة الميلاد المصنوعة من مواد صديقة للبيئة ويبلغ طولها 15 مترا لتعكس صورة الحياة وروح العيد على كل المشاركين. الأجواء كتير حلوة، الشجرة بتعقد وفي كتير حشد كبير من الناس، عن جد حلوة إرادة الحياة عند اللبنانية رغم كل المصاعب عم بيضلوا مسافرين على إنه ينبسطوا. أجواء كتير حلوة أنا برأيي وبتفرجي قد لبنان بضل فيه حياة، إن شاء الله يعني العيد بيبقى بيجيب الفرحة لقلوب اللبنانية. كريسمس سبيريت وهيك
بتجمع العالم مع بعضها، بس ما لا في كثير عالم وكثير جو حلو. الشجرة كثير حلوة، كثير حلوة. كل سنة وانتم طيبين. جنة كثير حلوة. يعني ميرنا بدنا نسألك عن أجواء هالليلة، بس واضح هالأجواء ونقلت دغري لعنا، الكل مبسوط والكل في بوزيتيف فايبس. هيك دانيا، قد ايه أهمية هيك احتفالات معقول تعطينا؟ بتعرفي يعني هلا لما شفت أسواق بيروت تذكرت لما كنا نعمل الحلقات بأسواق بيروت، في شيء بذكرك، فلما بتعملي اجواء فرح وهيك بيكون فيها هالاشياء الحلوه، هلا بصير الواحد تنطبع بذهنه انه سوق بيروت يعني في شيء حلو، كيدز موندو في شيء حلو، فهيدا عامل نفسه بيلعب هون. ايه بصير الواحد كل ما ينزل على اسواق بيروت بعدين بتصير عنده هيدي عرفتي الفيلينغ او الشعور، بيطلع بيطلع نفس الشعور، وبصير بيتوقع بيترقب انه مرتي جاي انه على الثانيه مثلا اعياد كيف بدها تكون. صح. ميرنا كيف كان الاجواء؟ مين شارك؟ الاعمار؟ نحن على طول موجودين بعدة مناطق كل هيدا الشهر، مش بس ببيروت سوق. فريد اللي شفتوها يلي مؤلفة من الارتستيك تيم، السانتا كلوز، كل الشخصيات الحلوة مع الكوستيومز الحلوين عم بيكونوا موجودين بمختلف المناطق، حتى مثل ما قلتي يعطوا هالسبيريت الحلو لكريسماس، ينبسطوا أكثر مع الموسيقى والألوان والأغاني بالشخصيات. اليوم بدي أقول إنه كل الناس عم بيحضرونا هلأ بالدول العربية، بالخليج العربي، بغير بلدان، عبالهم يجوا على كريسمس على لبنان، ويمكن ما بيعرفوا شو لازم، لوين لازم ياخذوا اولادهم، يعني المحلات المختصه للاولاد بلبنان منا كثيره مثل ما بنعرف. فانا بنصح الكل هلا اللي عم بيحضرونا يجوا اكيد على كيدز موندو ببيروت بوتر فران، لحتى لي ينبسطوا بكل هالاجواء يلي شفناها هلا، ان كان ببيروت سوق او برا كلها بنشوفها. اكيد هالاجواء باقيه لنهايه السنه. هذا اللي عم بقوله، يعني اللي شفتوه عم نشوفه كل يوم بقلب مدينه كيدز موندو. كمان كل يوم من الساعه 9 الصبح ل 9 عشيه. 9 الصبح ل 9 بالليل، حتى نهار الاحد. يعني يعطيكم الف عافيه كمان للقيمين على كيدز موندو، مش سهله انه 12 ساعه. هلا الولد بس يفوت قد ايه بيقعد؟ من 9 ل 9 ل 9 ومثل ما قالت الساعه 9 بفل عم يبكي بده يضل. منيحه. الاهل ما ضروري ضروري يكونوا معه. لا ضروري يكون في حدا معه. اذا كان عمره للولد فوق 8 سنين بيقدروا الاهل يفوتوه، لانه مدينه كيدز موندو كثير معروفه قد ايه فيها سكيورتي. يعني ما في مجال ابدا لولد يضيع، بنلبسهم ار اف اي دي بايدهم، وبنقدر نتاك ذير لوكيشن وين ما كانوا بقلب السيتي. عندنا كاميرات مراقبه وعندنا تيم مؤلف من اكثر من 100 شخص بس سكيورتي. حلو. يعني عالم جوا، عن جد عالم خاصه فيها. سو بنضلنا هيك بديزني لاند شوي، هيك طالعين بالنا. ميرنا بنتمنى لكم كل التوفيق، شكرا لحضورك معنا، بنحييكم كمان على الجهود اللي عم بتقوموا فيها خاصه بهالفتره من السنه، ويعطيكم الف عافيه. ميرسي لانه استضفتوني اليوم. بدي اشكركم، وكمان بدي اشكرك وكل التيم وتوني. فان شاء الله بشوفكم قريبا بكيدز موندو، مش بس الاولاد بيقربوا لكم، انتم كمان ان شاء الله. فينا نلعب خلص بوعد. بدي اكون حكيم. يلا. اكيد قبل ما نتوقف كمان مع فاصل، انا شايفه كريستال والشيف شارل، ما بعرف عم يطبخوا شيء، عم يعملوا شيء، بس شكلهم على وفاق. نعمل خلطة صراحة ضدكم هيك. بس كنت قبل مش راضية عن الوصفة، هلا لا لا بالعكس كثير راضية، كثير مبسوطة. كثير مبسوطة. وعم انا على الشيف عم جرب انزعله اياها، مش عم فيني. ما عم تزبط. شيف هلا خلصت هيدي بعد البلندر هيك كثير. بعد البلندر وبعد حطينا الطحين والكاكاو. اوكي. الطحين هن 210 جرام، الكاكاو 20 جرام، وهلا عم ننزلها عم نحطها بالصينيه. اوكي. شو حطيت على الصينيه هيك؟ ورق بيكنج بيبر، هذا ورق زبده عشان ما تلزق. عشان ما تلزق. صح. بالسباتول من مده لازم تكون رقيقه. هذا كيف بدي اسالك اياه، شكلها لازم تكون رقيقه. ايه. اما ضروري على كل الصينيه. بس مبين العجينه ظابطه 100% مثل ما كنا عم نحكي شاف، لانه حتلفها بعدين. اكيد. هلا رح فرجيكم، انا جايب معي وحده جاهزه. ملفوفه اوريدي؟ لا مش ملفوفه. جاهزه. بس رح لفها قدامكم. اها.
اوكي هي هلا خلصت. هلا الفرن بدنا نحميه نحن على ال 230 درجه مئويه بيكون حامل الفرن لا تنخبز. ايه هون كمان ننتبه للمشاهدين بنرجع بنذكرهم بنقول لهم انه مش بنحطها وبنحمل الفرن لانه في كثير منهم ما بيعرفوا بيكون بعدهم جداد بهدول القصص بيحطوها وبيدوروا الفرن. اوكي سو بيكون انا قايل مثلا خمس دقائق او او لغير وصفه بتبقى مثلا 10 دقائق بحطها 10 دقائق بلاقيها بعدها نيه بصير بطل عاري بيقول كيف قايلين لي 10 دقائق هذا لازم يتحمل الفرن يكون 230 ونفوت خمس دقائق. اوكي مش العكس. هلا نحن هون عندنا اياها جاهزه هيدي بنحطها نحن بالفرن. اوكي جايب الجاهزه معك جايب بس نشوف كيف بتطلع. الجاهزه معي هي حاططها بالبراد. اوكي بس قبل ما نروح على بريك لنشوفها. ايه هي كيفيه. اوكي كيف بتصير هون اذا بنشوفها بس المشاهدين يحيي لا بتكسر ولا شيء ولا بتحرق طريه. رح فرجي هون كيف نحن بنشيل الورقه هيدي كمان مثل استيوس كيف نقدر نفكها. بنبرمها هيك الورق الزبده دغري بيطلع هو. ايه ما بيلزق عليها ما بيبقى ولحالها بتطلع. نعم يحيي طلعي. هلا نحن كنا عم نحضر قبل شوي كنا عم نحضر العصير او الفواكه يلي هي الكرز مع السكر مع البرش الحامض. أوكي. طبخناهم شوي صغيرة على النار وصاروا جاهزين. هلا نحن صغير يعني قديش تقريبا شايف نتركهم تقريبا شيء 3 دقائق 4 دقائق. ماشي اوكي بس لناخذ الجوز تبعها. الجوز تبعها هلا هو بدنا بنقول نحن بنسقي فيه العجينه لتشرب مضبوط وناخذ الطعمه المضبوطه. والفواكه بنرجع بعدين يلي هن الكرز البري هيدا الجريوت بنرجع بعدين من بس نحط الكريم بدنا نحطها فوق الكريم ونلفها. بس انت سامعه قد ايه شكلها الخبريه هينه بس هي فعليا يعني انا عم بحس انه شغله كثير هينه بس لا بتعرفي في سيدات كريستال بتحب تعمل حلو وبارعه بالحلو فبتحس هذا الشيء كثير سهل انه بس انا حسب عم لاحظ شيف انه العجينه هي اهم شيء اكيد اللف وكل شيء كثير هين از لونج از العجينه طالعه صح. اذا لفيتيها غلط بتصير تفرط معي كمان كل شيء كل ايتاب كل ستيب كل ستيب بدنا نعملها مهمة فيها. يعني قصه الكوكينج لازم او البيكينج لازم نعرف نحن بالبيكينج التمبرتشر مضبوطه تكون ولا بتكسر. اذا ما لفيناها مضبوط بتصير تفتح. اذا الكريم خفقناها كثير بتفرط. هيدا الفرق بين الباتيسري والطبخ. هيدا اللي كنا عم نقوله. رح نمشي معك كمان ستيب باي ستيب شيف لانه كثير اساسي كمان اللي عم بتقوله هيك كل ست تقدر تحضره هي بالبيت. بس ما حنا نروح لفاصل اعلاني لانه بعد البريك موضوعنا مع كريستال ودانيا كمان اليوم بضيافتنا. فاصل وانا اوت. متابعينا بفقراتنا ببيروت مع ضيفينا كريستال ابي عاطي ودانيا الديبو. عم شوف الرياكشن تبعك يعني دانيا دايما اون نو اب ماشي محل هون لا لا خليه شغال. دانيا البدايه معك مع الموضوع الهوس بالمشاهير وقديش ممكن هالشخص المهووس بتصير عنده يمكن او يصير عنده هالهوس حاله مرضيه بينسى حياته الطبيعيه وبيضل لاحق هذا الشخص. طب اي متى فينا نعرف نحن انه هالشخص بيعاني من هوس مرضي صح. ايوه مش ما هي شوفي هوس. يعني انتم بشغلتكم وكل اللي بيصيروا بيطلعوا على التلفزيونات او بالسينما او معروفين او عم بيبينوا بصير عندهم معجبين مني وجار. يعني انا في كثير ناس بيعجبوني صح؟ فكرت معجبين فيك؟ لا اكيد في كثير ناس معجبين فيك. لا متواضعه انا لهالدرجه يعني بس انه انا في عندي اشخاص اللي بعدهم مثال يعني بتطلع فيهم يعني بنطرهم مرات ايه لما يطلعوا بشوق صح. هلا بصير مرات هذا الاعجاب بصير انه بدل ما طلعت ساشا بصير انفتان اجيت بصير في حماس زياده اكثر. ايه الانفتان ممكن يصير لولع خلص انه بصير الواحد كثير مغروم بهيدا الشخص. هون الدرجه عم تتطور
بصير حتى بيفكر انه في شيء بينه وبين هالشخص المشهور. ايه لو ما بيشوفه على الحقيقه، ايه لو ما بيشوفه ما بيصير بيقول انه لا انا بخصه. مثلا ايه نيفين هي خلص ماي سول ميت، عرفتي؟ بصير عندهم هيدي الدرجه بديش خلص. واخر اخر شيء بتصير هوس، اللي بتصير مثل الادمان، انه خلص نيفين بصير لاحقه كل الوقت على بين انستغرام فيسبوك، بصير بده ايه يعرف كل تفاصيلها، شو عم تاكل هلا، باي سياره عم تركب، مع مين عم تحكي. هون بتصير خلص صارت مرضيه. بس بيقدر الواحد هالقد ينعجب بشخص لو بس بيشوفه على التي في او يمكن اطلالاته من الصور، يعني مش مقرب. ايه 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 ما هي بصير هون بتصير مرضيه. كل اللي من القصص اللي بنسمعها عن المشاهير اللي تعرضوا لناس لحقتهم، يعني اذا بتتذكروا ما بعرف جيلو، انا متذكر كنا جيلو مثلا في كاثرين زيتا جونز، في وحده مغرومه بزوجها كانت مايكل دوغلاس، صرت بعتلهم كتيب انا بدي اقتلها بدي فرمها وطعميها للكلاب. ايه هيدي هون مرضيه، يعني بتصير هون لما بصير الواحد عم بيزيد الشغلات، هون لما بيقعدوا بيدرسوا حالاتهم كلهم هون اخر شيء بيصيروا بالحبوس وهيك بيجيبوا لهم حدا يعالجهم او بيرفعوا عليهم دعوه مضبوط لحتى ينصح يكونوا بعاد. ايه هون بيطلع انه في عندهم اشياء امراض نفسيه مخبيه، يعني انه غريب عن جد. لا بس انه اذا ما طلع بهوس بحدا مشهور بدها تكون تطلع بشيء ثاني، في عنده شيء ديبرشن، في قلق، في ناس بينغرموا بس هيدا كمان يمكن السبب الاساسي الفراغ. في فراغ مضبوط، هيدي جبتيها كمان من وحده من الدرجات اللي بصير كثير بينشغل بحدا مشهور لانه ما عنده حياه طبيعيه عاديه، ما في اصحاب بيكون مرات، فبصيروا بينشغلوا بهيدا الشخص شغلتهم وعملتهم. بس دانيا بينشغلوا بالشخص يلي منه حقيقي، يعني بيشتغلوا بايمج. مضبوط، لانه نحن اكيد يعني انه الشخص ما بعرف المشهور ما بيفرجي 100% حقيقي. مضبوط مضبوط، ما في او حتى يعني يمكن انا بخترع ايمج لهيدا الشخص اللي بشوفه. بس بدنا نشوف كريستال اذا خايفه كثير حدا. لا انا انهي مستحادة، مش حدا، انا انهي مستحادة. يمكن ما تكوني فاضيه انت. لا هو فعليا ماني فاضيه. لا هو مرات اللي بتزيد الدرجات عندهم جد اللي ما بيكون عندهم كثير اصحاب واللي ما بيكون عندهم حياه غنيه، بنشوف اكثر شيء المراهقين بفوتوا بهيدي المرحله معرضين كثير. ايه البوسترات بالاوض بصيروا في هوس على شخص معين. اكيد في فرق بين يعني انا كنت حط بوسترز على بفتح بس انه بحبه مش مهووسه. مضبوط، ما هيدا ليه قلنا في درجات، في اعجاب، في مرات بتزيد شوي اكثر لحتى انه بنصير لا بس اي متى دانيا كمان ممكن نوصل لمرحله ناذي، يعني الشخص المهووس ياذي حاله، يمكن بيفتعل افعال بس حتى يلفت النظر هالسليبرتي بطرق كثير غريبه وخطره. مزبوط. وبتخوف. ما في ناس بيصيروا انه بيلحقوا بيروحوا على البيوت، يعني بينطروا برا، بيصيروا عرفتي في تليفونات في ايميلات، دائما في كثير مشاهير او بيهدد انه رح يقتل حاله او رح ينتحر. يعني عم نحكي عن مراحل كثير متقدمه. هون يعني هون لما بتكون كثير مرضيه بصير بيقول لها انا بعرف انت بتحبيني، ما كل ما تطلعي على التلفزيون شوفك عم تحكي لي. هون بيكون لا في اشياء، في اشياء عرفتي منا اصلا مؤخرا شفنا على الانستغرام مع الفنانة هيفا وهبي حدا بالسكينة حافر اسمه على ايده او على لهالدرجة ممكن الهوس. هلا شوفي في منا بتصير انه في ناس عم بيقلدوا المشاهير بالشكل كمان. هيدي بنشوفها كثير، هيدي هوس كمان، هيدي هوس، هيدي كمان من يعني هي معقول نربطها بمرض اذا حدا بحب كثير شكله يصير مثل شكل هيدي. ايه ايه لا بيكون في شيء ما طبيعي. شوفي بقول دائما نحن عندنا في ناس قدوة بنحب نكون مثلهم مثلا بالشخصية، وفي ناس بنحب شكلهم يعني بنقول انه واو انه كثير حلوة مثلا، بس الواحد كثير مثلها يعني ايه يغير يعمل عمليات تجميل وهيك. لا هيدي بتكون في زيادة شوي عن حدها. طب اذا يعني احد افراد العائلة بيعاني من هالهوس المرضي دانيا، نحن كيف لازم نتصرف معه؟ ما هو لأنه حالة خطرة كثير. ايه يعني هيدا الشخص في عنده اشياء تحت مخبية، اذا في اكتئاب، اذا في خوف، اذا في قلق، ما عنده علاقات اجتماعية، يعني الافضل نصير نحكي معه اكثر هالشخص، خاصة اذا المراهقين عم نشوفهم كثير عم بتزيد قصصهم. كيف بتبلش تلاحظي هالهوس؟ ايه ما هي بيقضي كثير وقت. هلا نحن يعني السبل لحتى للملاحقة
وحقتها المشاهير هي على الانترنت كثير اسهل صارت على التليفون صح. لما بتشوفيه كثير لهالشاب مشغول مثلا او لا حتى الكبار يعني بصير بدك تجربي تسحبي منهم هول الادوات تعول الملاحقه شوي يعني هي شوفي حاله ادمان هاي ولحتى الواحد يخلص منها بده يتبع نفس الاسلوب تبع توقيف ادمان معين اذا كان تدخين مثلا او عرفتي اي شيء ثاني بده الواحد ينقصه تدريجيا بالاول او حتى مرات يقطعه بس بهيدي الحاله بهيدي الحاله يمكن تكون صعبه عرفتي لان قطعتي له اياه بشو ببدل بدك تكوني خلقتي له حياه ثانيه بدك تلاقي له شيء ثاني بدك تلاقي له حياه ثانيه مشان هيك يعني بصير الواحد يجره من البيت عرفتي شيل من ايدك يعني بده نهار مع اصحابك شغلي ضهري بس يعني الشخص الثاني اللي بده يساعده بده يكون عنده كثير طاقه ليقدر يطلع بده يكون فاضيله كمان بده يكون فاضيله كل الوقت بس شو سبب المعالجه لما الواحد يصير عن جد مريض ما هي هيك عم نحكي انه بده يعتبرها مثل ادمان وبده يخفف منه او يشوف اسبابه يعني معالجه شوية الضغوطات اللي عنده اياها الزلمه الوحده مثلا واحد انه قاعد ما عنده شيء مشان هيك عم بينغرم بوحده مشهوره مثلا او حتى ما في يلتقى مثلا بالشخص اللي بحبه إيه في منهم بيريح هذا الشيء معقول بيريح في ناس بخططوا بس ما هي هون بتخوف ما بتعرفي يعني بركي عقد امال اعلى بعد وهيدا الشخص منه بالوارد يعني حاطط توقعات كبيره يمكن بتصير هون صعبه يمكن لازم يكون واقعي يعرف انه هيدا الشخص عنده حياه عنده عرفتي اشياء بيعملها بالنهار طب هل سيد اللي حكيتك على اساس هالموضوع نقيتي اخترتي إيه موضوعنا لليوم شو نصحتيها شو قلتي لها لانه بنتها ولا ابنها هي قالت لي اختها الصغيره اذا قالت لي اختها الصغيره انه ماما شو بدنا نعمل قلت لها بدك تشوفي هي عارفه انه عندها مشكله يعني قد ايه عمرها الصبيه بتعرفي ما حددت لي بس بعمر المراهقه انه يا مدرسه يا جامعه وقتها قلت لها بدك تشوفي اذا هي عندها الادراك انه عم بتضيع حياتها وهي قاعده عم تلحق هيدا الشخص يعني بدك تعرفي منها قديش يعني هي مضايقه بهالوضع او لا اذا الواحد ما في منهم ما عندهم ادراك بس في اسباب اساسيه من التربيه مثلا من البيت في شيء بخلي الواحد يصير معرض اكثر لحاله الهوس من غيره في ناس بيقولوا نقص ما بعرف شيء نفسي مزبوط في ناس بيقولوا انه يمكن العلاقه مع الاهل ما قويه اذا هيدا عم نحكي هول المراهقين اللي بياخذوها لابعد هيدا او حتى فقدان اصحاب ما بيكون الواحد عنده اصحاب وفي ناس بيقولوا انه ممكن ما يكون عنده الواحد ثقه بحاله او عرفتي اشياء ركيزه يرتكز عليها ليعمل حياه فبيعيش بهيدا عالم الاحلام الثاني بتعطيه شوي لذه انه هيدا عالم الخيال تاعه بصير بيعطيه انه لا هو هيدا الشخص مغروم فيه كمان عرفتي فإلها كثير طلعات ونزلات واسباب ممكن. فلازم ننتبه لها من هالموضوع معك دانيا بننتقل لعندك انا بعدني خايفه مش عم بيصير خايفه انه عن جد حدا ينهوس فيها لا ما لا لا انا بمزح مش لهالدرجه مين كنت بتحبي قبل مش تحبي يعني انه هيك بعمري فنان انه ايه ممثل انه ايه ممثلين او فنانين يعني مين كان اكثر شيء هيك لزقتي ما بتذكر صراحه يمكن تيك ذات ايه كنت تحبي تغني مثلهم توقفي وتغني لا 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 كنت حبهم يعني انه ميوزك بس انه انا ماني كثير فايته بالارتست بالارت وهيك قصص انا اكثر راسي جد مبرمج هيك على بيني كثير كريستال اللي تعرفنا عليهم صبيتين كانوا الاسبوع الماضي بلشوا بالتحدي انت ما كنتي موجوده انا ما كنت فهيك بريف على السريع نحن الاسبوع الماضي ساشا للاشخاص اللي ما حضرونا أو للأشخاص اللي حضرونا رح نفسر أكثر، أطلقنا حملة اسمها تو ويك تشالنج أو تحدى حالك لمدة أسبوعين. صح. الأشخاص اللي ما قاموا فيها فيهم بعد ما عندكم مجال إنكم تقوموا فيها، كل شيء عليكم تعملوه إنه مش بس هالمرة مش بس رح نشوف الصبيتين عم يلحقوا هيدا النظام اللي حكيت عنه هالقصر لكم أكثر، كمان رح تقدروا أنتم تتبعوه بمجرد ما الأشخاص اللي عم يحضرونا هلا بفوتوا على صفحة فيسبوك الخاصة ببيروت أو صفحتي أنا بيكبسوا على لينك
وبيفوتوا على الويب سايت بيقدروا يعملوا داونلود للسيستم كله تيقدروا يتبعوا هذا التحدي لما تطلعي. فكرة التحدي ساشا كانت انه الواحد يجرب انه ينظف جسمه ويغير حاله قبل ما نفوت بسنة 2015، والمبدأ هو انه نتبع شيء اسمه elimination، يعني نبتعد عن امور معينة بالاكل ونكتشف هول الامور بعد ما نرجع نفوتها على قلب حياتنا كيف جسمنا بيتفاعل معها. صح. عكس من ما عادة منفكر انه لازم ناكل من كل شيء بكميات قليلة، ظهرنا شوي من هيدا التفكير، صرنا اكثر منركز على اصناف الاكل والاصناف كيف تقدر انه تتجاوب مع جسمنا. طب وين صاروا بالتحدي؟ صاروا رائعين، انا شفتهم this week، شفتهم نهار الجمعة، طلعناهم على الميزان بس ما قلنا لهم قد ايه ضعفوا لحتى نتركها سيربريز لاسبوع الجاي. انا عبالك نشوف وين صاروا لانه اثنيناتهم كانوا كثير محمسين وحاطين قدامهم انه انا لا رح اضعف. صح. اكيد حاطين الايجابيه كثير وبعضهم ملتزمين 100% ونحن بنجبرهم انا وسحر الاسيستنت تبعي انه يبعثوا لنا كل يوم صور شو عم ياكلوا شو عم يعملوا. ما صعبوا بالاكل؟ ايه ما ابدا صعبوا يعني خلص حسوا بفشوا خلقهم ب ابدا عم بيزعلوا ابدا ابدا لا اكيد لا يقدروا. الواحد يكون مرتاح، يعني انا بامن بشغله، الواحد وقت يكون مرتاح ومكتفي ما بحاجة وقت يكون ماشي على نظام معين، اذا ما عم بيجوع وما عم بيكون تعبان ليه بده يزعبر؟ واحد اثنين وقت يكون عنده هدف معين والهدف شايفه قريب مش انه كثير بعيد. نحن قلنا لهم جمعتين عندكم هيدا هدف، ما قلنا انه ولا بدكم تقعدوا على هيدا التحدي 6 اشهر وبعدين نبقى بنشوف. طب في حدا يبلش من اليوم؟ فيكم تبلشوا من اليوم، فيكم تبلشوا من بكره، من امبارح، المهم انه تبلشوا. اوكي. والشغله الاساسيه بهيدا التحدي دانيا انا قلتها الاسبوع الماضي انه الواحد ممنوع يطلع على الميزان او ياخذ قياساته خلال هول الاسبوع. صح مزبوط. لانه ساعتها ببطل يركز ساشا على شو هن النتائج اللي عم بيشوفهم، لانه الواحد وقت يغير حياته ويغير نظام اكله مش بس الهدف انه نضعف، اكيد رح نضعف، بس الهدف كمان انه نحس النشاط تبعنا تغير، نومنا تغير، او متنا تغيرت، كل هول القصص تغيرت. هن مرتاحين عم يحكوكي عم بيقولوا لك عم بيكونوا كثير رح نشوفهم الاسبوع الجاي. رح نشوفهم الاسبوع الجاي. اوكي. هلا رح نحكي عن صنفين اكل اكيد فيكم تاكلون ضمن هيدا التحدي. عن هيك عن التشيبس ضمن هيدا التحدي فينا نبلش فيه؟ فينا نبلش يلا ضمن هيدا التحدي فينا نروح. بدي اعرف شو بعد 2015 هول هن الصنفين اللي بدنا نحكي عنهم هن رح يكونوا عن جد بوم كثير كبير بوم مثل تشيا سيد بسنه 2015. اول صنف هو الهمب سيد او بذر القنب. الأنبوز. الأنبوز. هذا الأنبوز؟ صح. الهامب سيد هلا رح نشوف الصورة. أنا بحبه كثير. أوكي. حبيت؟ الهامب سيد رح يكون البذرة تبع عام 2015. بنصير من غير باي باي تشيا، باي باي تشيا، لا تشيا وبذر الكتان أكيد مش رح يفلوا من حياتنا. أوكي. بس الهامب سيد كل الدراسات عم بيفرجوا إنه الهامب سيد مع إنه أكيد صار له زمان موجود، الهامب سيد عن جد عنده شغلة مميزة، هيدي البذرة عندها شغلة مميزة عن كل البذور التانيين. فيها ريشيو او فيها ترجلوج اوميجا 3 واوميجا 6 غير موجوده بغير بذور، مشان هيك للاشخاص اللي بدهم طاقه وانرجي انت لا انت لا كثير تايمز 2 طاقه وانرجي بتطير من فين كلنا. ما بدك بقى جوالي حلو متحرك خلص ما بدك شيء. يعني الاشخاص اللي بدهم طاقه وانرجي وعايزين تركيز ما لكم غير ملعقه بذر الهامب او بذر القنب هيدي بنشتريها مملحه اذا اوكي منا مملحه لا انت بتشتريها من المحمصه نو بتشتريها من محلات من السوبر ماركت او من محلات الاعشاب بتجي شيل يعني يا بتجي بقشره مثل الصوره ومثل اللي انا معي اياها اكيد يا بتجي بلا قشره مثل ما انتم بتحبوا يعني مثل وطعمتها مش كثير قريبه طعمتها على بذر دوار الشمس. ايه بلا مزبوط انا ضايقتهم مثل بذر دوار الشمس. كل شيء علينا نعمله انه ناكل ملعقه وحده كل يوم، فيكم تحطوها بقلب الاكل، فيكم ترشوها على السلاد، فيكم تحطوها بالدرينك تبعكم الصبح، ذاتس ات، ملعقه وحده بتكفي. بس ما في شيء اي طريقه مثل تشيا سيدز كنا نخترع ابدا لا ما بتزبط مثل تشيا شفتي دعان تشيا ما بتنفش لانه بس هي الشغله الاساسيه اكيد كمان بتعطي بوست وتشارج كثير قوي للميتابوليزم تبعنا بس الشغله الاساسيه انه بتعطي كثير انرجي وكلنا بنعرف ان الاوميجا 3 واوميجا 6 كثير مهمين للدماغ ولكل النشاط الجسمي. بتنكي بنحس بطعمتها شيء طعمتها عن جد مثل بذر دوار الشمس
يعني شوفي بتنرش على السلد، بتنرش على السلد، بتنرش في عالم بيرشوها على اللبن اذا كنا عم ناكل لبن بترشيه على اللبن. للاشخاص اللي بحبوا زعتر بياكلوا ساندويتش زعتر الصبح بيرشوها مع الزعتر ابدا ما بنحس طعمه. واو حبيت الطريقه. اوكي كمان هيدا الزعتر الصبح هامب سيد خلص مين قد خلص. هلا بعد في شغله كثير اساسيه وخضره عن جد بلشنا نسمع عنها السنه، بس بسنه 2015 رح تحتل المرتبه الاولى، رح ننسى كل الخضار الورقيه الخضراء، باي باي سبانخ، باي باي هندبه، كل شيء مع انه هول كثير مفيدين و 100% بس رح نتذكر شغله وحده الكيل. ما عندها اسم بالعربي قبل ما تقولوا لي. بتروح عند الخضرجي شو بدي اقول له؟ كيل كيل مان سم كيل كيل اصلا عم تنزرع بلبنان. طب وين كيل سوبر ماركت؟ انا جبتها هلا بقول لك من اي سوبر ماركت. ما فيك تعمليها اكسنت انجلش كيل انه كال كيل اسمها كيل بالكي مثل كريستال كيل. اوكي بتروحي لعند خدال بتقول كيل كيل كريستال اصلا رح تنشهر كثير. اوكي بعد شوي صعب نلاقيها عند الخدرجه، انا بشتريها من محلات الاورجانيك او بسكشن الاورجانيك بالسوبر ماركت. اوكي هند هند هيدي اللي تفاجأت عليها دانيا بس فتنا بالبريك نو كيل ما بعرف شو هي. سو خضره الكيل مثل ما قلت لكم هي رح تكون الخضره بعام 2015، بس هالخضرة منا جديدة، صار لها 2000 سنة ولا. تنزرع بروسيا ومن روسيا لإيطاليا حرام من 2000 سنة هلا صارت موضة شقة هلا بلشنا هلا اكتشفنا انها هالقد مهمة. اوكي هيدي خضرة الكيل كثير مهمة لعدة أسباب، بس قبل ما أقول لكم رح قوم مين بتقوم معي؟ أنا كلنا رح قوم تنتعلم نعمل التشيبس يلا بس جبتينا جاهز لا بس الكيل جبت لكم جاهز رح تاكلي تشيبس ما تعد عليهم الكيل هيدي لشو الكيل هلا الكيل هيدي هي نجي لهون. اوكي الكيل غنية جدا بالفيتامين اي والفيتامين اي كثير منيح للعيون. اوكي غنية جدا 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 بالفيتامين كي مثل كريستال منيحة كثير للعظم وللدم وكمان فيها كمية حديد كثير قوية اكزاكتلي بس اهم شيء بتضعف لا كمان الدراسه بتقول انه لو بابا يعرف انه في شيء اسمه كيل ما كان اكل سبانخ. نعم خسارة علي حنبلش ناكل نحن كيل بعلمكم خلينا البس الكفوف لحتى ما انزع ايدي شفتوا كيف؟ انا عم زعبس شو هيدا؟ ما تمدي ايدك ما تمدي ايدك سو الكيل صراحة مش طيب كثير بتر كثير مره كثير مره واصلا انت شايفه دانيا قديشها سميكه سميكه هلا كل الشافيه بيقولوا انه الكيل فيها تستعمل مثل ما تستعمل السبانخ بس بدها تنطبخ ما بتتاكل نيه مثل ما اكلتيها هلا انت سو احسن واهين ريسيبي للكيل هي نعملها تشيبس هيدا كثير هيدا بدها كثير تشيبس اوكي هي بدها كثير تشيبس تنعملها تشيبس من جيبة اكيد ما بدها شيء بدكم تشقفوها بدكم تشيلوا هيدا الجزع ايه هيدا الجزع لانه هيدا الجزع بالفرن بصير خشبه ما بدنا ناكل خشبه بدنا ناكل خشبه اوكي ذاتس ات يو ريموف ات هيدا اكيد بنغسلها ما فينا اشكال بس المهم ما يكون هيدا شايفه هيدا السميك هيدا ما بدنا ايه اوكي بكل بساطة منغسلها بس ضروري ننشفها جدا 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 لأنه إذا كانت مي وفاتت على قلب الفرن ما بتصير كريسبي ما بتزبط ما بتصير كريسبي أوكي أوكي تايم أوت كريسبي بنحط لها زيت زيتون بنحط لها شوية زيت زيتون بنحط لها شو ما بدنا بهارات بابريكا شو ما كان بس شوي زيت زيتون مثل ما شوية زيت زيتون بنخلطها كلها سوا بنجيب الصينية ما بنسقيها بزيت الزيتون لا ما بنسقيها ما بنسقيها بطل في وقت بعد ما نخلطها بزيت الزيتون بنحط لها بابريكا بنحط لها بهارات بنحط لها شو ما بدنا بنشيلها وبنحطها هيك على صينية الفرن اورايت بنفوت على قلب الفرن 5 دقائق بتظهر بتصير تشيبس وفينا ندوق فينا ندوق هيدا هو انا هيدا التشيبس ما بعرف هيدا هو التشيبس انا ركبتهم فوق بعضهم ما حطيتهم وحده وحده وهول بلا طعم غريبين غريبين فيكم تحطوا لهم الطعمه اللي بدكم اياها هيدا بلا طعمه لحتى تعرفوا شيبس كيل شيبس ما بنصح حطيتي ملح اكيد بالاخير
كمان بالاول ما فيك تحطي ملح انت قبل ما تحطيها على الفرن لحتى كمان تعمل تشيب والا ما بتقرقش. انا صراحه بالبيت حطيت لهم حار، بحط لهم حار، بحبهم اكثر بكثير، بس ما حبيت اجيب لكم اياهم لحتى انتم ما تتضايقوا. طيب فينا ناكل منها؟ فينا ناكل منها تصيح و قد ما بدنا، ما هي خضراء. فينا ناكل منها؟ عم تاكلي يعني شيء كانه خفه. هلا رايحين. اي لاف يو كريستال. انا كمان هلا بتقصمهم بدل الفوبكورن بالسهره. كمان هول اذا انتبهتوا انا حطيت اكثر من ورقه فوق بعضهم، انا بحبهم يكونوا سميك، بس اذا بدكم فيكم تحطوا ورقه ورقه بيطلعوا مثل ورقه الكشك. بيرفكت. كريستال ودانيا ثانك يو سو ماتش عن جد لهالفقرات المميزه اليوم، دائما بنستمتع بحضوركم معنا وبنستفيد كمان سبيشلي بمواضيعكم. وسي يو نكست ويك ان شاء الله. بعد عم تاكل على الكيل هلا في اول ذا ويك بتاخذيها الكيسي؟ لا متقطعه. يلا رايحين على فاصل ومنتهي بقيه فقراتنا، خليكم برفقتنا. متابعينا بفقراتنا ببيروت، وبهالفقره رح نجمع فن التصوير وفن الرقص وقد ايه بيكملوا بعض بمحل معين، لهيك بنرحب بالمصور الفوتوغرافيه نادين اشقر. اهلا وسهلا فيك نادين. وايضا كمان مصمم الرقص اليف ليحان. اهلا وسهلا فيك اليف. اهلا، اشتقنا لك. انا بالعكس. طارت الغيبه. ميرسي. شو اخباركم؟ الحمد لله تمام. اليف شفنا اكيد هيك من بعيد قبل ما نبلش الدانسرز ناطرينك لنشوف لوحه راقصه. وانا ناطركم باخر الفقره. نادين بدايه عالم التصوير الفوتوغرافي عالم كثير واسع وبده هيك خلق وابداع وافكار جديده، اليوم كيف عم بتطوري حالك اكثر من خلال جيفت اند فوتو؟ صراحه هلا انا صار لي زمان بهيدا المجال، بس جيفت اند فوتو هي شيء جديد، فكره جديده، هي فكره هديه اذا بدك، جيفت ايديا يعني. موجودة هلا، صارت موجودة بالسوق. أوكي. وهي فوتوشوت، عبارة عن فوتوشوت يعني مقسمة لكاتيجوريز للعيال للولاد أكثر شيء، فيها تكون للويدينغز كادو ويدينغ كمان، فيها تكون كابلز على فالنتاين، أو حيالله فكرة هدية بتجي على راسك فيها تكون فوتوشوت. وكيف بتكون معمولة؟ بتنحط بأي شكل؟ هي عبارة عن علبة في بقلبها فاوتشر، يعني تما تكون بس حكي، يعني تقولي لهم مثلا للناس انتو عندكم كادو. ايه ولا موجود الهديه، الباكج موجود. الباكج اوكي، حتى ما بده رابينج، يعني موجود الفكره موجوده فيه يعني مثل ما هو. حتى مثلا في مره اخذت مدام اخذت من عندي كادو، كان عندها عشاء حطت لهم اياهم بالصحن للمعازيم، انه كادو لهم على كريسمس، انه فيها تكون هيك كثير نايس. حلوه كثير الفكره وطريقه يمكن دعوه الشخص او مفاجاته بفوتو سيشن كمان عم بتكون كمان مميزه. كمان نعم. نادين يعني الاسم بيحمل دبل مينينج. ايه هو جيفتن فوتو، يعني جيفت اني فوتو، اني فوتو شوت. وجيفت اند اي فوتو شوت، يعني كادو وفوتوشوت بذات الوقت بيستفيدوا. وكم صوره تقريبا من ضمن هالفوتوشوت؟ بيطلع لهم بين ال10 وال15 صور، وفي يعني هلا عاده عم بيطلع اكثر لانه عم بينبسطوا بالفوتوشوت بس اكيد اندور عم نحكي، يعني ضمن الاستوديو عندك، مش اوت دور. بلا عم بتصير في اوت دور، بس اكيد برات الباكج، يعني بيصير باكج لحاله. باكج لحاله. اللي بالنسبه للفن التصوير، في كثير مصورين يمكن بحبوا يصوروا انواع الفنون مثل فن الرقص، الفن التشكيلي وغيرها. تعاملت مع اشخاص، مع مصورين؟ بما انه انا مصور كمان وانا بالاخراج، يعني انا اوكي. سو منك بعيد ابدا عن المجال. لا بس شيء كثير حلو اللي هي عم تعمله، اتس نايس ايديا، حبيت. يا ريت جبتي كاميرا كنت صورتينا شوي هلا بس اتس ريلي نايس. لا نحن كتصوير هلا بدل في صعوبه اكثر، يعني بده يكون الفوتوغرافي كثير ادفانس ليقدر يصور قصص رقص، لانه اتس موفمنت حركات. ايه يعني يا بدها تطلع شوي البيكتشر بلوري، يا بدها تكون فلو، يا غير اذا الكاميرا كثير واو بروفيشنال، فبتزبط. واكيد في صور كثير حلوين. بالكليب اللي صورته اخذته اكيد كان في ميكينج اوف وهيك، بس كان كل التصوير على الكاميرايات، كنا عم نصور اف 5 كاميرايات تقال شوي. وكان كرو كثير كبير، ف
It was really nice. كيف طلعتوا بالفكرة؟ الفيلم هو فيلم تخرجي، فيلم سينيور، بس أنا حبيت شوي أعمله ألا جراندي بما إنه أنا بعلم رقص وعندي كثير تلاميذ. في كثير بروفيشنال ساعدوني، كان في دانسرز مور ذان 50 رائس، كان في الكروشي 20 شخص، كان في معنا وجوه معروفة، كان في الإعلامية رانيا سواح. كان في كثير معي سبونسرز عم بيساعدوني، كان عملنا افون بريمير وبجراند سينماز، حتى العالم كثير عم نشوف بعض اللقطات. حتى العالم كثير تفاعلت معكم. ايه العالم كثير تفاعلت، كثير حبوا، كان اول فيلم بنعمل اذا بدي كميوزيكال بالشرق الاوسط كله، فيلم رائز. حلو، خلينا نشوف بعض المقتطفات ومنعلق عليه اكثر. اكيد اي مسج. سينيور بروجكت؟ يس. وقد ايه كانت المده؟ كان 25 minutes على الأد 0.5. هو الماكسيموم 30. هو الماكسيموم 30 ليكون بالشورت فيلم لما يصير فيتشر. هلا انا اذا بدي كانت الستوري شوي غريبه وجديده، كنت عم تقول انه الاولى بالشرق مزبوط. الاوسط. مضبوط، هي مش اولى مش بالعالم، بالشرق الاوسط، بعد ما انعملت يمكن بعد ما حدا عنده القدره انه يعملها، لانه الانتاجيه الانتاج يعني الفيلم الانتاج كان يكون ضخم، كان في سبونسرز، كان في كثير عالم عم بتساعد بالتمويل واي ما فيني اشكرهم كلهم، they are too many. بس حبوا العالم انه حدا من لبنان من بلد العربي عم بيعمل هيك شيء. يعني حتى وقت حطيت التريلر على اليوتيوب وصلني كثير كومنتس من اردن من كذا بلدان عربي انه انت الخطوه اللي عملتها للرقصين ببلد بلدان كانت خطوه كثير حلوه وكانوا حابين يصير في شيء. صح، من خلال البرامج كمان اللي عم نشوفها اليوم بعالمنا العربي، برامج اللي بتشجع انواع الرقص، كمان يمكن سلط الضوء انه عن جد في مواهب مخبيه، بس صح. بدك مين يسلط الضوء عليها ويدعمهم. نادين، وين بتلاقي حالك بالشق التصويري؟ شو اللي بيلفتك اكثر شيء بخليك تمسكي عدسه الكاميرا وتصوري؟ هلا كل شيء، كل شيء حواليه بخليني احس هيك، بس لا انا اكثر شيء فايته بمجال الفاشن اذا بدي، والجفت اللي عم يعني اللي عم بشتغله هلا مع الاولاد ومع الاهل هو عم صورهم بذات الطريقه عن الفاشن. يعني ما بستعمل ديكور، ما بستعمل، بشتغل اكثر على الستايل تبعهم، على شو لبسون، على ايه كيف ايه. بس الولد ما بيعذبك اذا كان كثير صغير؟ الولد كثير بيعذب، الولد ايه لحاله بده لحاله اجواء يعني، وبدك ما بعرف يعني بدها طريقه سبيسيال، واكثر شيء بدك تريحي للولد، ما بدك تخليه ما يحس حاله عم بيعمل شيء. ايه بعدين سلط الضوء عليه. ايه ولا وبعدين اذا بكي بدك تنطري، واذا يعني بدك تفوتي بالمود تبعه، بدك تولي تبان، ويكون عندك اكسسوار وقصص تيلتهي يعني. بس في شغله كمان، في الجيفت ان فوتو، كمان في عندي شق جديد ثاني اللي هو جيفت ان فوتو بيرث داي. اوكي. اللي هي كمان فكره جديده، عم بعمل بيرث دايز اللي هي عبارة عن فوتوشوت بيرث داي، يعني بيجوا بيحتفلوا بالبيرث داي عندي بالاستوديو. اوكي. يعني اللي عندها اللي عامله عيد ميلادها بتعزم اصحابها بال10 وال20 شخص، في بنات وفي صبيان اكيد الاثنين، بننقي ثيم وبنشتغل عليه اكسسوار ومود. بس نادين كيف تطلع معك هالافكار خصوصا صور العائله؟ ليك هن بيوحوا لي، يعني هن بيعطوني الانسبريشن. يعني بتعرف عليهم قبل ايه بتعرف عليهم قبل، واوقات لا في ناس بيجوا لعندي بدون ما اعرفهم، بس بس شوف الشخص دغري بعرف يعني بقدر يطلع منه. أوكي. حسب الكاركتر تبعه. الاوتفيتس من عندك ولا الاكسسوارز من عندك بالاستوديو؟ يعني هن yes. بس بيوصلوا او بتوصل الصبيه مع اصحابها
نحن بنقول لهم مثلا البسوا كلكم ان بلاك مثلا مثل هاي الصوره بليز تكونوا كلكم بلاك او كلكم وايت او اي وات ايفر وانا الاكسسوار الباقي كله من عندي حسب التام اللي نقوه يعني بنكون حكين قبل بوقت حلو بتبقى الصوره كمان معهم هيك على كبر بيرجعوا بال ايه كثير حلو كثير عم بيكونوا عفويه الاولاد وكثير عم بينبسطوا ويعني استوديو مفتوح بيفلتوا اذا بدك ما عندهم لا بكل استوديو عرفتي ايه كثير عم بيكون حبيت كمان الفكره هلا ايه هي جديده بهالموسم اللي كنا عم نحكي عن تشجيع المواهب اكثر اليوم كيف بتقيم اذا بدك فن الرقص صارت الناس عم بتشجع اكثر تتعلم هلا صار في هايلايت اكثر على الرقص يعني وين ما تروحي في عالم بدها ترقص صح صار في اكثر من البروجرامات صراحه عم بيصيروا اتس لايك فري ماركتينج عم بيعطونا والعالم كلها الاولاد صار كلها بتحب وبدها هلا نحن بهوبس كلوب اللي عم نعمله بفرقنا عن غيرنا ودائما بالسنه عندنا مور ذان 3 4 ايفنتس لا وديفرنت عن غير مدارس يعني بنعطيهم بنقويهم كتكنيك كاكسبرشن من اي عمر ببلشوا الاولاد؟ من اي عمر ببلشوا؟ من عندنا من 3 سنين اوكي ولا 30 ودائما دائما الاحيان دائما كل ما كان العمر اصغر مظبوطه انه بيكون اهل للليون للليون اكثر بس في عالم بتفوت على عم بتفوت مؤخرا عمرها ب 22 23 وحابه مثلا هلا بكريسماس نحن عاملين كامب ب 22 23 24 حنكون كمان معكم نحن وحنرقص كلنا بهون اتكلنا عليك يس دونت وري حيكونوا كل التلاميذ حنكون مور اكثر من 50 دانسر وجايب التيم تبعي حتى الشيف حيكون مش الشيف حيكون في معنا شيف هيز رابينج حيكون معنا فايولين حيكون معنا يعني بعتقد للمشاهدين انه 24 اذا ما بيكونوا عم يحضروا لازم ينطرونا ما عم بيكونوا عم يحضروا شيء من ببيروت وكمان حنشوفك كل ساتردي كل سبت اللي رح تكون ضمن عائلة لانه سوري بس لانه عم بعلم بكذا محل وعم كثير وقتي معجوق وفي كثير تلاميذ ما عم بقدر شوفها فعم بيوصلني كومنتس انه ليه ما عم تعلم وصراحه في كثير عالم they cannot afford the class it's too expensive ف حيكون في كلاسز على الهواء رح حيكون في كلاسز على الهواء they can dance at home بس ان شاء الله يكونوا عم بحبوا ويكونوا عم بيرقصوا بالبيت مش انه بدنا نشوف الفيدباك على السوشيال ميديا اكيد يعني على الانستغرام انا حكون عم نعمل كومبيتيشن يعني حيكون معي كل مره دانسرز من عندي من هوبس من كل فرح رح يطلع كل ويك اند حدا وحيكون في 1 ويك اند اما 2 ديبندز حسب مين بيربح بالكومبيتيشن عم بعملها عندي على انستغرام انه حيكون بيربحوا بيطلعوا بيكونوا معي هن باك اب دانسرز اوكي سو حيكون شيء حلو اكثر كمان yes. انه يشاركوا بهالمسابقه وحيكون بيزكس يعني اليوم حنبلش قصص كثير هينه لكون واضح ما حيكون في شيء ادفانس اوكي ودائما رح نفرجي شيء رح نعمله بالويك افتر وحيصيروا بعدين الستيج لك ميوزك شو الستايل الدانس رح هلا هيب هوب today today هيب هوب هيب هوب رح نبلش اوكي رح نبلش اول شيء وورم اب يس اتس غانا بي ا فاست وورم اب يعني هذا الوورم اب قصير مش الوورم اب اللي بنعمله هذا اوكي رح نبلش مع تمارا This step is so easy اذا بدكم تعملوها بكلوب If you're gonna dance in a club, in a party, anywhere هلا تاني وحدة حتكون اهيان We go, it's a groove يعني if you're partying, if you're dancing, you just groove Anywhere بالمدرسة, بالبيت, بالصف, بالحمام You can add hands to it This is so basic in hip hop. هلا بتعطيكم السواج لتكونوا تفايتين فيها أكثر. Yes. مع رشا. Thank you رشا. رح نعمل مع تمارا نيفين. Yes. قلبي معي. رح نعمل yes. Step touch. Step touch. Step touch.
كمان you can add, you can do it, فيكم تعملوها بلا ايدين and you can do it with hands. تا تا تا. So one, snap. Two, snap. This is so easy. Bravo, Livien! Bravo! This is so basic. Thank you. خلص هاي. خليكي. رح نعمل هلا مع خليكي. Yes. Yes. مع ستيفاني. Okay. We're gonna jump and cross. بالكامل. Try, ها. تزبط. عيدها شوي. We jump, cross. اليمين قدام. Okay. Shifty. Return. Open. Open. Good. Again. So we cross. ما تنسوا اللي في يعملون هيدول بالبيت. It's so easy. Just film yourself and put it on Instagram. Now we're gonna do Tamara's. Yes. This one is so easy. Come in. You step, cross, step, cross. One more time. Step, cross, step. Now back, backwards. Step, back. This is top rock. Hey, it's a step in the breakdance. It's so easy. You can add them. You can do them wherever. Thank you. So رح نعمل كل شيء عملناه هلا. بعدين هيدا. أول شيء we have. يلا try it. Try it. You go. One, two, three, four. Bad. Five, six, seven, eight. Step, stop. Step. Good. I jump and cross. Turn. Step. Step. Bad مرة. إلا هاي. هاي لأنه في كعب. تبهي. Then we go the آخر step يلي هي. Top rock. So, هات نجربون. رح نعملها كلها أول part. نرجع نحن بنعمل part advanced. Then we do it again. Baby, ride with me. Fly living ain't nothing to it, and my weight slim. Ass fat, you gotta have it, get my bacon. Cat long, that's automatic. Music. هلا for next time لحالك الجديدة مارك بليز هيدي شوي ادفانس هلا شو؟ هيدي لبعدين لبعدين يمكن شهر بس تصير برو بس هيك لن... next week. Yes. بس هيك حنفرجيها شوي لك تيزر اسمها روبوكاب You isolate your neck from your upper body. Okay. Shoot. Do it. هلا. If you can use it. Yeah. It's okay. Down. This is so easy, but هول already عندهم خبرة بالرقص. They can do. We still have time. بس فينا نشوف البروفيل وإذا بروفيل معنا وقت بعد هنعيدها بعد مرة بس. 3 minutes. The dance. Ah, perfect, perfect. Okay. Yes. Yeah, one more. بس volume, volume. We need music in the studio. Yeah. أول تراك. أول تراك عملناه. Yeah, just do it like four, five يعني times. يعني هاي رح نكسير next week نبلش نعمل. No, next week حيكون شوي أهين وهيك. آه, okay. بس later on للعالم اللي بيكونوا already عندهم خبرة بالرقص نحن بس حنبلش basic للعالم اللي ما بتعرف طب اللي عم بيعملوا الدانسر مش شيء صعب انه يتعلم. This is so advanced. Okay. هلا دائما حيكون في شيء beginner وشيء advanced للعالم اللي فيها ترقص وللعالم اللي ما فيها ترقص. Okay. قد ما كان عمركم فيكم ترقصوا. Thank you.
غنية. Let's do this again. Our second dance. The first, the second dance. So, مثل ما عندنا, back for it. The second song. Okay? The second song. Yes. So, حنعيدها مرة. يلا خليكم. Perfect, baby. High price, but I'm worth it, baby. Can't play with you, I've been busy working, baby. Getting faded in a European swerving act. Look, scribe Biggie ground breaking what the word is. Hit the stage, ass shaking like I'm nervous. When in New York, I be poking around a medicine. This ain't no accident, I'm killing them on purpose. I, GG, why did she just have to do it, baby? Ride with me. Fly living, ain't nothing to it. And my waist slim, ass fat, you gotta have it. Get my bacon, cake long, that's automatic. حاب اشكر الدانسرز مارك منصور هيز ماي اسيستنت بيساعدني بكل بعد فيك تحكي؟ يس يس اي كان تيما اوكي هاي تيما فروم هوبس بيروت كلهم تمارا رشا انا حبيت انه الليدي اي لاف يو اول انا حبيت انه الليدي صاغيين يعني انه هلا صار في عم بصير في شباب عم بنات شباب عم بيتحمسوا ذاتس ريلي بيوتيفول نايس للهيب هوب يلا عقبالنا نتعلم ثانك يو كم ستيب ما نضلنا هيك قاعدين عم نزقف ثانك يو ولا اللي بنشوفك نكست ويك اذا الله راد كمان مع نيو ستابس يب ححاول خفف الكعب بركي بعرف ححيلكم اياهم جيبوا اش اش از جود ثانك يو سو ماتش كمان للدانسرز نادين انبسطنا بحضورك معنا حبينا نسلط الضوء كمان على الفكره اللي عم تعمليها هلا مناسبه للاعياد في شيء جديد عم تتحضري له قريبا اي معرض يمكن رح تشاركي فيه معارض لا ما في هلا بروجكت يمكن لا بس انا حابه بس قبل ما نفل بدي اقدم لكم كادو لانه كريسمس هلا وخصوصا عرفت انك بريجننت هلا سوفينير قبل هيدا احلى ثانك يو سو ماتش نادين على هالجفت وشكرا كمان لحضورك معنا اهلا وسهلا فيكم باقي قليل مع الاعلان وبنتابع بقيه فقرات ببيروت لحلقتنا يوم السبت فكونوا كتار بعد الفاصل عودة لبيروت ونحن هلا موجودين عند الشيف شارل اللي حضر البوش خلص شيف؟ تقريبا مبدئيا ايه خلص انا بفترة وقت اللي كان انا كنت عم بشتغل اون باراليل حطيت الكريم حطيت الكرز الجريوت نعم ولفيتها للبوش هلا هي ما صار وقت انه لتسقع مزبوط بس زينتها حطيت الشوكولا هلا رح فرجي هون تكنيك للمشاهدين ما نفرجي التكنيك وما نحكي شوي عنها ايه بس هون ثانية لنسخن الشوكولا اوكي وهالوقت كون انا عم زين كون عم زين البيوش اكثر حطيت بيوري الجريوت حطيتهم على الجاط اوكي هون رح حط كمان شوية فرامبواز او راسبوري اوكي مرة بعدين بنحط شوي صغيره فويدور هلا شايف اذا كان كل شيء عندنا حاضر قد ايه تقريبا بياخذ وقت؟ بياخذ تقريبا بياخذ بالساعتين شغل بسم الله عليك انت خلصت ما اخذ معك ساعتين لا انا صراحه كنت محضر البسكويت من قبل اوكي الكريم كنت خفقها لحتى كان كل شيء حاضر بس كان عليك تطبق اعمل بس المونتاج مزبوط هون عم بحط شوي صغيره فيدور اوكي فينا نحط كمان شوية فرامبواز بقلبة اوكي بهالطريقة هيك هون رح فرجي على تكنيك
يلي هي كيف بنقدر نعمل الشوكولا. هذا الديكور اللي هون رح انقل لهون على مطرح اوسع. رح اجيب ال انا في اساعدك شارل. ايه قل لي شو بدك هلا ثانية. انا في اساعدك بالشوكولا لانه صراحة ريحة الشوكولا ما بتتقاوم. رح احط شوكولا على ورق نايلون. الشوكولا ما بده يكون سخن كثير، حرارة تقريبا 30 31 درجة. بحط نايلون ثاني فوق منها. هيدا شو رح نعمل فيها؟ رح نعمل فيها ديكور، بعدين بشي مسطح بنمدها بهالطريقة هيك. رح نمدها على الكلها؟ انه إذا بكتر لها أكثر بتنمد. رح فرجيكي هلا كيف بعدين بنلفها. وبس نلفها رح اتركها هلا شوي صغيرة تسقع هون. هلا ما سخنناها كثير. لا تقريبا على ال 30 حبيتها لهيك. بعدين بتصير هيك. فرجي بس المشاهدين هون. اوكي. بس هون يمكن مكتر شوكولا اكثر ولا هي مدت؟ لا انا مكتر اكثر، هذه الكمية لهون منيحة. هي دوري بس تنعمل هيك بنكسرها. بيطلع لنا شقف شوكولا. هول الشقف بنزين نحن هون البيوش فيها، ببين كانه الايكورس يلي بتبقى على الشجره على الترون على جذع الشجره. يعني عم تعطينا سر من اسرارك شيف شارل. طيب شيف خبرنا شوي عنك، انه عم نحكي انا وياك تحت الهواء عن البطولات وعن الاشياء اللي عملها. خبرنا. انا عامل بطوله العالم بسنه 2005، خلينا نعملها هيك. اوكي. عملت بطوله العالم بال 2005، طلعت الخامس بالعالم بالكوب دي موند لاباتيسري. حلو. حاليا انا هلا كونسلتنت شيف، يعني انا شيف استشاري لعده شرط، من بيناتهم اليوم انا عم مثل السوفيل كيترينج، هن السبونسر اليوم للبرودكت اللي انا عم بشتغل فيه. نعم. وهذا البيوش اللي عم بعمله انا اليوم هذا موجود بالسوفيل كيترينج، بس بالسوفيل انا عامله بتكنيك ثاني بس نفس الطعمه، بس انا عم حاولت اليوم بسط الطريقه كرمال المشاهدين اذا بده يحاولوا يعملوه بالبيت يقدروا يعملوه. يعني يكون سهل على اي سيده تعمل البيش بقلب البيت. اكيد. اوكي. من بعد ما نلفها شو رح نعمل؟ بنحطها بالبراد. بنحطها بالبراد. اوكي. قد ايه بدها وقت؟ تقريبا بدها حوالي 10 دقائق. 10 دقائق وبتصير هيك؟ بتصير هيك بتسقع، اذا بدك هون بتشوفي اذا بتحب تدوقيها. بتطلع هيك رقيقة، قد ما بنرقق نحن قد ما بتطلع رقيقة. طعمتها كثير طيبة. ايه ما هو حسب كمان نوعية الشوكولا، لما بنستعمل شوكولا نوعية جيدة بتطلع النتيجة آخر شيء كثير طيبة. هلا نحن هون البيوش صارت تقريبا جاهزة، بعد في عندي شوية ديكور بدي أحط. خلينا نعمل الديكور هول الفاينل. هول الفاينل تاتش هون عم بحط بقلب الفرامبواز عم بحط شوية كوليه. الكوليه هو عبارة عن فواكه مطحونة مع سكر. نعم. رح احط هون الانيسيال تبعي او اللوجو تبعي. شارل عزار. شارل عزار. اوكي. للمشاهدين اذا بيحبوا يرجعوا يشوفوا الرسات ويشوفوا كيف انعملت، انا رح ارجع حطها عندي على الفيسبوك بيج مرقت على الشاشه. اوكي. شارل داش عزار او شارل تيري عزار. بدو يفوتوا عبر الفيسبوك. نعم. انستغرام. نعم في انستغرام، ماني كثير على الانستغرام بس في انستغرام. ويلي بيحب كمان اكيد يلي بيحب يشتريها خالصه عند السوفيل كيترينج هي موجوده، بيقدروا يشتروها. اكيد بيلاقوا هونيك. مبدئيا هونيك وغير مطارح. اوكي. لكن شيف رح اتركك انا هلا، واكيد بنهايه الحلقه رح ندوق هالبيش كثير طيب ورح نعطيك راينا. وهلا خلينا ننتقل لعند ساشا وضيوفها. نيفين منتابع بفقراتنا والى عالم الجمال وتحديدا المستحضرات التجميليه مع ماركه مميزه عم تثبت حالها يمكن من بين هالمستحضرات اللي عم نشوفها بالاسواق التروفي. مجرد ضيوفنا بيرافقونا وبهيك يمكن منتابع كل شيء جديد بهالمجال مع ضيفتنا صاحبه شركه التروفي ندى باخوس. اهلا وسهلا فيكي ندى. ثانك يو حبيبي. قد قلنا ما شفناك. شهر شهر
ما كان انا كنت؟ لا ما كنت. انا قد ايه اللي ما شفتك؟ شهر ونص اكزاكتلي. بنحييكي ندى، اهلا وسهلا فيكي. وايضا كمان بنحكي عن التعاون مجددا بين هالمستحضرات ومعهد بيروت التقني، وبضيافتنا مديره المعهد الاميره وفاء الاطرش، اهلا وسهلا فيكي. هلا هلا. كمان مشتاقين. اكثر. تسلم. الحمد لله. ندى، بدايه نرجع هيك نعرف شوي عن مستحضرات التروفي. هالمستحضرات مثل ما ذكرنا يمكن عم تثبت حاله من بين هالمستحضرات المميزة والنعمة. نعم. نحن مثل ما حكينا آخر حلقة، لأن اسم الله صرنا من أهل البيت نحن، حكينا أنه في أشياء جديدة، وعدنا أنه أول شيء حينزل المسكرة. أنا لح أحكي هيك إن جنرال أنه عنا دايما أشياء جديدة. هلأ أول شيء بدنا نحكي عن المسكرة. ليه المسكرة؟ لأنه دايما عنا مشكلة بالمسكرة أنها ما بتطول وبتطول وبتقصر. نحن عملنا مسكرة بتطول لحال وبتكثف لحال. أوكي. والحلو شو اللي بيميزها؟ بس قبل ما ناخد تفاصيل المسكرة، بس التروفي هي مستحضرات شو؟ بيور، صناعة محلية لبنانية، بس هيك تعريف حتى نفوت أكثر بالجديد. عظيم. نحن البرودكت عندنا هو صنع أمريكا، يعني عندنا مع مصنعنا بأمريكا اللي هو سارة كومباني اللي بنصنع فيه بأمريكا، والبرودكت هو مش اخدينه من حدا. أوكي. نحن عملنا دراسة للسوق اللي ابتكرناه واللي خلقناه، صار عندنا مولود جديد اسمه لتروفي. بس هو أمريكان. والجديد المسكرة كنت عم تحكي عنه حاليا. المسكرة الجديد طورنا بالأيجال، كان عندنا مشكلة فيه انه بنشف او زبونة، لانه مبدئيا بنشف لازم يتسكر يضغط الهواء. خلقنا شيء اسمه غطاء بيسحب الهواء فبطل ينشف. فدايما عندنا اشياء جديده، ودايما بتتواصلوا مع زبوناتكم وبتعرفوا شو بيحبوا وشو ما بيحبوا، على هذا الاساس بتطوروا. ان احنا هيدي الا دراسه خاصه بالاسواق. ليه؟ لان احنا فاتحين مش بس بلبنان، نحن بلشنا بالسعوديه، وبتعرف السعوديه سوق مش هين ابدا، بيعرفوا شو بدهم، بيستلزوا انه يدفعوا حق الشغله لو غاليه ولكن بياخذوا نتيجه حلوه. صح. كيف اذا عم تعطيهم منتج مش غالي بس بمستويات جدا عاليه؟ عالي. نعم. فالدراسه بتكون، اللي بيعملها الدراسه هي مستر نبيل مخول، مسؤول عن كل شيء اسمه انجريديان وتكنيك. وانا دراسه السوق، الاسعار والنواقص. اميره وفاء، بنحكي شوي عن معهد بيروت التقني. هلا شو الجديد كمان اللي عم بتقوموا فيه بعد هالتعاون بينكم وبين مستحضرات التروفي؟ تعاون كثير كبير وناجح جدا وكل ماله عم بيتوسع. معهد بيروت التقني هو في شقين، شق اختصاصات رسميه بي 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 تي تي اس تخضع لامتحانات رسميه، واختصاصات خاصة متعددة كثير، من جملتها الميك اب وتصليف الشعر والعناية والبشرية اللي مهتمة فيها مدام ندى. وهدول هالاختصاصات عم بيكون عندهم اوبننج كثير كبير وعم بينطلبوا كثير. في اقبال سنة عن سنة أو دورة عن دورة؟ اقبال سنة عن سنة ودورة عن دورة، والتعاون مع التروفي عم بيزيد كمان، هذا عم بيعطينا نحن إضافة هالاختصاصات. بتمنى إنه مدام ندى هي كمان تعطي فكرة عن الدورات، لأن هي عم بتكون عندنا دورات بالسعودية وبالاردن وبلبنان، وعم بيتوسعوا عم بيتوسعوا مش بس بالميك اب، كمان هلا في اختصاص بالتصليف الشعر كمان. شعر. حلو. فهلا نحن فتحنا كمان لاين جديد اللي هو الشعر، واللي حيكون معنا هو راني العلم، بغنى عن التعريف يعني، اللي اليوم كمان مهتم بشعري هو نبيل مخول. فهلا صار عندنا فرع جديد مع الام اس تي بالسعوديه، فتحنا فرع خاص لتدريب المكياج وفرع خاص لتدريب الشعر، ورح تبلش الدورات ابتداء من اول السنه. فعم نجرب قد ايه كل شيء له علاقه بالجمال انه يكون عندنا كشركه بالسعوديه وكشركه بلبنان كله متواجد. وخاصه كمان هالطلاب اللي رح يخضعوا لهالدورات يصيروا اكسبرتس كمان، وبمعهد بيروت التقني في شهادات توزع على هالطلاب. مضبوط اميره وفاء؟ صحيح. عندنا شهادتين، شهادة لبنانية مصدقة من مديرية التعليم المهني والتقني حكما لأن احنا معهد لبناني مرخص مجاز، وعندنا شهادة البريطانية الانترناشونال اكريديت سيرتيفيكيشن من جامعة لانكشاير، بتتصدق من البريتش كونسل وزارة الخارجية اللبنانية. الشهادة البريطانية بتعطي ادد فاليو
إضافة على الشهادة اللبنانية لأن بتسمح أفق أقبال للتوظيف، بتسمح مجال عالمي أكثر، وفي عندها opportunities أكثر أكيد. فرق. طالب بيحصل على شهادتين، شهادتين لبنانية وبريطانية معدلة دولية. نعم، ماذا عادة بس نحكي عن مستحضرات يمكن معروفة من دون ما نسمي لها فترة يمكن بالأسواق، تسمع من السيدات بتحب نوع معين بهالمستحضر، مثلا الماسكارا عندهم أو بهالبراند، الماسكارا مهمة، بحب الآي شادو. ايفن تسمعيهم ميك اب ارتست اليوم بالتروفي قد ايه عم بتحاولوا انه بالفعل كل مستحضراتكم وحتى الجديده تكون على قد توقعات المستهلك ان كان ميك اب ارتست ولا سيده عاديه اي زبونه. يعني الحلو فينا انه نحن عم نتابع، يعني وقت تعملي دراسه للسوق عم تعرفي شو بدهم، عم تتوقعي. يعني انا بعطيكي مثل، نحن صرنا سنتين تطلعنا المسكرة، غير شركات بتطلع المسكرة كل فترة معينة وحدة كل موسم. لا يعني نحن عم نعطي، عم ندفع أكثر، عم نعطي من قلبنا تنطلع منتج فعلا 100% ما يجينا رمارك عليه إنه هو في مشكلة. يعني هيدي الدراسة وقت تعمليها قبل ما تصنعي فعن جد بتسهل لي كل الطرقات. صحيح. بس ماذا كنتوا متوقعين هالقد لتروفي تحقق انتشار ونجاح بهالسهوله وبهالسرعه؟ بامانه؟ لا. ما خليني اكون كثير صادق. حتى انا عم بتفاجئ من رده الفعل، يعني الزبون وقت بياخذ منك ومعروف كثير، يعني نحن كل الصوالين الكبيره هلا بلبنان عم تستعمل لتروفي. الحلو انه عم بيستعمل اول شيء تي في، مسرح، يعني قد ما تعرق يعني كله ووتر بروف، بعدين سعره اللي هو ما في منافس. صح. انا اتحدى انه في منافس وكريم الاساس كمان بضاين كثير، بيبقى كثير وقت. عندك معلومات؟ ايه اكيد بستعمل لتروفي. في حدا بيحط لي دائما لتروفي وقد ايه ناعم على الوجه كتير. يعني حتى على الكاميرا خفيف. بيطلع كثير حلو، هو خفيف. اذا ما نحكي عن الاي شادو، شو في الوان؟ اي شادو نزل عنا هلا 36 لون اي شادو جديد بيوصلوا باول ال 2015. عن جد هلا كثير دارج الالوان الترابيه، اذا بدنا نحكي الوان الرماديات كثير السنه دارج الرمادي، رغم انه هو اذا بتلاحظي لون ميت، الرمادي ما في حياه، ولكن وقت عم تدخليه على العين وعم تلعبيه صح بين فواتح وغوامق عم بيطلع عندك لون عن جد في حياه وفي روح. فنازل 36 هول من بين الالوان الجديده النازله، اذا بتلاحظي عندنا تدرج الغوامق بالرماديات، بعدين افتح، بعدين بيجيك الموفيات، هيدي كمان باليت مع البرونزيات والاسود اللي ما فينا نستغني عنه. والحلو انه نازل منه في اشياء بلمعه شمار وفي اشياء مات. نعم. وطبعا نازل كمان عنا 10 الوان كونسيلر اللي هن الكونسيلر مع الكونتوري، هيدي مثلا البلاشات كمان 10 الوان. حلوين الوان البلاشات كثير حلوة، ما بتحتاري، ممكن تعملي الميكسينج يعني بين هاللون وهاللون بيعطيكي لون مميز. بتعرفي قد ايه في تنوع نحن بالاخص، يعني كل يوم مكياج، كل يوم بتحسي بتزهقي على بالك تغيري، قد ايه في تنوع بالالوان. صحيح. بدي احكي عن الكونسيلر ما نحط هون لانه بعد ما وصلت ايفن التستر. اوكي. الكونسيلر الحلو فيه انكلود الكونسيلر مع الكونتورينج، يعني كلنا عم نسمع هلا رهجه الكونتورينج. صح. فنازله كمان بباليت 10 الوان، يعني الزبونه ما بقى بتحتاج انها تشتري كونتورينج تشتري كونسيلر، كل العشره بيمشوا للاثنين سوا. للاثنين. اوكي. أميرة وفاء، بنحكي شوي عن منهج او مناهج المعهد الخاصه ببيروت، معهد بيروت التقنيه، بناخذ تفاصيل شوي عن المناهج بكل الاختصاصات، اذا كان عم نحكي كاختصاصات رسميه او اختصاصات خاصه. بمجرد نحن وي ار انترناشونال اكريديتد وعندنا اشورد كواليفيكيشن من بريطانيا، من الادكسل ومن لانكشاير، ضفنا طبعا لانه نحن معهد لبناني مجاز مرخص في مناهج لبنانيه، طبيعي انه بدنا نمشي فيها لانه بالاختصاصات الرسميه طلاب بدهم يقدموا لامتحانات، امتحانات رسميه بالدوله، اكيد نحن ملزمين ومجبرين بهالبروجرام، بس ما اكتفينا فيه. اضفنا المناهج الاوروبيه يلي بتسمى بي تك،
اضفناها على المناهجنا مناهج اللبنانيه، صار في عندنا دمج ليه؟ لحتى اللي نرفع اذا كان في من اي نواقص اللي كان نرفع من المستوى، لبس يطلع الشخص دغري على سوق العمل يكون مؤهل اكثر. صحيح، يكون اخذ ابديتد انفورميشن المعترف فيها دوليا. طب بتامنوا له فرص العمل بعد ما يتخرج من المعهد وياخذ هالشهادات؟ ممكن يصير في متابعه؟ لا طبعا طبعا، اول شيء نحن عاملين شيء جديد المعهد بسموه كوليدج كلاب. نعم، هيدا كل الطلاب اللي بده يتخرجوا من المعهد باي دومين اللي كان، اختصاص رسمي او اختصاص خاص مثل الميك اب والويب ديزاين شو ما كان، اي كورس اللي كان، لان كثار ما راح نقدر نعددهم هلا، بضلهم منتسبين للمعهد، بياخذوا ابديتد انفو دائما على طول، شو في شيء جديد، شو في شيء متطور، بياخذوه بهذا الكلاب. هذا الكلاب فتح مع الشركات والمؤسسات مدام ندى، فتحت سوق كثير كبير بالسعوديه للمتدربات تبعولها، فتح للشركات والمؤسسات اوبورتونيتيز كبيره لحتى يعني يكون في افضليه لهالموظفين عن غير اللي تخرجوا من المعهد عن غير طبعا الناس. في اي شيء جديد خاص بالمعهد؟ في على طول قصص، في على طول قصص جديده، في فروع جديده ان الله راد، في اتفاقيات جديده كمان عم تنعمل لحتى نقدر نحصل على فاليو للإدوكيشن افضل مع جامعات جديده. رح اذكر منها جامعه برادفورد يونيفرسيتي، هلا كمان ابديت سكيلز تبعولها، في كثير اتفاقيات ان الله راد لحتى نضلنا نحن دائما نعطي افضل إدوكيشن ممكن للطلاب. وعنوان المعهد وكيف فيهم يتواصلوا؟ عنوان المعهد كثير هين ما بضيع، اوتوستراد الدوره لميله الكارانتينا جسر المشاة، تحته دغري في سنتر اسمه دورا تريد سنتر، ثاني طابق. نعم. 01-259-0777. انا بدي اضيف شغله اكيد نسيتها مدام وفاء، انه فتحنا تعامل مع جبال، فرع جبال، فتحنا قسم للتجميل هونيك كمان بالتعاون مع الاي او سي وبي تي سي، مع مدام جوسلين نعم. معلمه عندنا بالمعهد عن جد كثير شاطره، وعم تاخذ كمان تساعدنا بفرع جوني والكاستيك وهيديك المناطق. والاكثر كمان بدي احكي عن المعهد، انه لان سالتوا عن التدريبات للموظفين، بصراحه برجع بعيده، انا قلتها باول مقابله معكم، اي انسانه بهمها اختصاص شعر، بشره، ميك اب، اوكي، تيجي تقدم طلب عنا بالمعهد مشان لاقي لها وظيفه بالسعوديه، واكيد باماكن محترمه ومرتبه ومراكز كثير كبيره. حلو، هيدا اللي فاتحينه كمان كثير جديد بالنسبه بين هون وبين صح السعوديه. تامين فرص عمل. ندى، هلا غير الالوان اللي حكينا عنها، المسكرة كمان الجديده، هلا في شيء عم بتطوروه؟ مستحضر جديد بركي بنحكي عنه بحلقات قادمه؟ اكيد اكيد، بس بدي اقول انه كمان بالسنه الجديده حيصير عندنا رموش لتروفي. بعد في رموش ناقصة. نعم. ورموش أساس المكياج، رموش إذا الله راد بشهر واحد رمش بيكون. رمش ولا كل شيء حيكون رحلة، حيكون رمش إذا الله راد، ما في شك حتكون كواليتي كتير حلوة. أكيد رح نحبها، أكيد شعر طبيعي، أكيد، وإن شاء الله إن شاء الله فيري سون فيري سون، ما بدي يعني هيك، ممكن إكستنشن لأن بلشنا بالشعر إن شاء الله. أكيد، ثانك يو، شكرا لحضوركم معنا، موفقين بكل شيء، اكيد انبسطنا بهاللقاء، وان شاء الله هيك بالافكار كمان القادمه نكون نحن عم نحكي عنها ونستفيد منها، خاصه الرموش. انا بدي اضيف شغله دائما بنسيها معكم بالمقابله، انه نحن كمان مفتوحه اسواقنا لدول الخليج، يعني نحن بنعطي وكالات لدول الخليج والدول العربيه، فاي انسان مهتم كل الانفورميشن عم تمرق قدامه. نعم. فبليز يتصل فينا مشان نعطي وكالات توزيع لدول الخليج. شكرا لك ندى باخوس والاميره وفاء الاطرش، اهلا وسهلا فيكم، كل التوفيق. شكرا لحضوركم معنا. ميرسي لكم حبيبي. دقائق قليله مع الاعلان ومنتابع بقيه فقرات ببيروت، وبعد الفاصل الفنانه اشتقنا لاطلالتها وصوتها الجميل اللي صار بضيافتنا، فتابعونا بعد البريك. وين ما بتكون حاضرة بتطفي أجواء مميزة جدا، إن كان بصوتها وحتى حضورها القريب كتير للقلب، ودائما بنشتاق بإطلالتها ومنتابع كل شيء جديد برنامجنا ببيروت معها. بنرحب بالفنانة إنيسار، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فينا عندكم وفيكم، ميرسي كتير، بدي أشكرك على المقدمة طبعا.
واكيد سعيده اني معكم اليوم. ونحن كمان اسعد بحضورك معنا اليسار، لانه طالت الغيبه، ما في عمل، ما في اغنيه. اليسار وين؟ في شيء شغلك هالايام خاطفك من الساحه الفنيه؟ شوي اكيد في شوي في اهتمام جديد. يعني بكل تواضع بدي اقول انه عم عيش يعني تقريبا تجربه جديده بعالم الموضه شوي. حبيت هي الفكره اجت هيك بعفويه، كانت اجت الفكره انه دائما عندي العالم تطري على لوك او على اللبس تبعي، فحبيت انه ليه لا ما يكون عندي شيء خاص فيني، لا عالم فعلا يكون بيشبهني، لانه الناس اللي بتحب اللي انا بلبسه او اللي بقدمه، فدائما كانت تقول لي اللي صار ما بيكون عندها خط او عندها شيء. هلا طبعا بكل تواضع بعدني عم بقول اني انا مش عم بفرض حالي كديزاينر او مصممه ازياء، هي المجموعه بتشبه اللي صار، في شيء انا اشتغلت عليه وفي شيء هو كولكشن، مجموعه انا يعني جربت يعني جمعتها مثل ما بيقولوا، يعني من كانت من براندز او اي براند ثانيه افكار تشبهني. اصلا اليسار يعني اللي لابستيهم كثير حلوين، ستيل خاص يعني فيها بتحس. هلا هو مش كثير ستيل جديد، بس هو فعلا بيشبهني انا، مش مثل ما قلنا ماني عم جرب اتخطى مرحله انه انا حدا مش دارس اكيد ديزاينر، بس عندي يعني واحد بالضبط الخبره بتعلمك كثير. بتعرفي نحن كببليك فيجرز بنطلع بنلبس كثير بنتعلم، بصير عندنا خبره كيف نطلع، فايه هذا الشيء من عندي تصميمي. وحتى الاكسسوارز كمان يعني شوي افكار جديده مع النكلس او مع العاد. طب اللي صار اليوم بنلاحظ اي فنانه او اي فنان يمكن ما بس بيتكل على الفن، انما بياسس شركته الخاصه، بياسس عمله الخاص. هل الفكره بلشت عندك من ناحيه تصميم الازياء من هالناحيه، انه ما اتكلتي على الفن لانك غايبه بدك تعملي يور اون لاين بزنس جديد يدم لك؟ يمكن ليكي ما بنكر تعشى انه الموضوع يعني هو ضروره كل فنان. ما بدي فوت بنفس الموضوع لانه ما في عندنا شركة يعني انتاج يعني شوي محدود، يعني الطموح بهذا المجال خاصه هلا بهالايام فصعب. يعني بس انا صدقيني اجت يعني عم برجع عيد الحديث، اجت فكره عفويه انه انا دائما كنت فكر يكون عندي شيء، بس انه ولا مره فكرت اني فوت بلعبه انه انا يعني مثل ما بيقولوا اشتغل على ازياء معينه. اول شيء اجت عفويه، بس بعدين وقت بلشت ادرسها قلت لا هي فكره جيده جدا اني اضمن كمان يكون عندي بزنس او تاتش خاصه فيني كمان تساعدني مع جانب الفن. جانب الفن صح. نعم، اذا بدنا نحكي عن الفن كان اخر اصدار لك وقفه عز. صح. من بعده ما بقى شفنا شيء، ليه؟ الغنية اسمها وقفه العز طبعا، اغنيه بتحكي عن لبنان. ليك انا حدا كثير شفاف وهذا الشيء معروف عني، ان كان على السوشيال ميديا يلي كثير بينتقدوني عليه، انه انت كثير حدا عفوي وشفاف مع الناس اللي بيتابعوه، اذا بدنا نقول فانز، اللي انا بسميهم بالعكس اكثر متابعين لإلي. صح. ما فينا يعني ما فينا نضحك على حدا، يعني انسان ما في يضحك لا على حاله ولا على مقابله. الوضع مش لانه كل العالم عم تقول الوضع ما بيساعد، وانا اوريدي يعني كان من قبل كان عندي مشكله مع شركه الانتاج، اللي هي انه مش مشكله، هي انه ما في هالطلب الجدي اللي بيسال عن الفن فعلا، مش بيسال عن شيء ثاني. انا حدا تعب لعمل اسمه وعمل صورته، ويمكن قليل الانتاج، لكن برايي انتاجه عم بيعيش. وبتذكريه يعني انه لحالك، يعني تحديتي كل الظروف وكنت بالضبط لحالك، ما كان في حدا معك، قدمت شيء ما بيشبه غيري بالرغم من انه كان صعب جدا واثبتت. يعني بدي اقول لكم انه انا دائما بحضر، عندي اغاني، ما بكذب انه عندي اغاني جاهزه، بس مش شايفه انه فيني استثمر بهذا الوقت لان الوضع ما بيساعد. ما في حفلات لحتى نقول انه هالقد عندنا هالطلب، بس عم نشوف في حفلات يمكن لا اكيد، بس اذا بتشوفي قد ايه الاعداد ضاقلت يعني قلت كثير، يعني صح فينا نقول انه في صعوبه. بعدين انا حدا كمان مش صعب، بس حدا كثير دائما بفتش وين يطلع وكيف يطلع المكان المناسب يعني وفرقته. يعني انا تفاصيل مش صعبه، بالعكس انا قريبه من الكل وبيجيني عروض كثير الحمد لله وبعمل اعراس بس ما اثر غيابك شوي اللي صار على الساحه الفنيه؟ يعني اليوم مش رح انكر في فنانين كثير عم بيطلعوا جداد، وكمان حتى بتصريح لك ذكرت انه زمن الاغنيه تغير اليوم كليا الطلب ما عاد على اغنيه بس او على الطلب مش على فن معين راقي، ما بقى عندنا اياه. هذا انا ماني ضد
ماني ضد الاغاني، كل انواع الاغاني، بس انا يمكن لاني بقدم هيدا النمط من الغناء يلي هو فيه مسؤوليه، بيعيش بالذاكره اكثر، صعب علي اكثر من غيري في كلمه في لحن بالضبط، او يعني صعب اني اثبت حالي، بس برجع وبقول انه انا مش متشائمه، بالعكس انا موجوده. يمكن ما عاد قدمت اغاني، بس انه انا الحمد لله بالميديا موجوده وعم جرب قد ما فيني دائما تكون قريبه. لو هالاغاني القليله اثبتتي حالك على كل حال اليسار باغنيتين كمان تعملتي فيهم مع الملحن والفنان مروان خوري، حابين نسمع شيء منك قبل ما نتابع لقائنا؟ اكيد بنقول شيء شعبي لا قبل كمان بدي اقول شغله، في تعاون كان قريب بيني وبين الفنان مروان خوري. هو صديق لك، هو مقرب جدا، مقرب جدا وقت ما ابتديتي من سنين. بس ما بعرف يعني كلهم عم سالوني عن نفس الموضوع، الاغنيه اللي كانت عم تتحضر. وقفنا شوي الموضوع، في زعل صغير يعني عم بوشوشكم على في عتب وزعل على قد المحبه صدقيني. ليش؟ يعني تاخر يمكن بالاصدار بالاغنيه باللحن وعدك انا رح جاوبك رح جاوبك. كل شي تغير حتى الكلمة الحلوة ما عاد تنقال، كل شي تغير يمكن اسمي ما عاد بيخطر عالبال، ما عادت شمسي دفيك ولا عاد الحب يكفيك، وين الضحك اللي كانت وين غرقاني بدموع العين، وينو قمري بالليل الغربي كان يضوي الدنيا وين، واللي بحبه قد العالم غير حبه بغمضة عين، واللي علمني الحنية صير قلبه قاسي علي، كل شي تغير نظرة عينك عني صارت ملهية، كل شي تغير دقت قلبك ما عادت هي، وينو قمري بالليل الغربي كان يضوي الدنيا وين، واللي بحبه قد العالم غير حبه بغمضة عين، واللي علمني الحنية صير قلبه قاسى علي. من اجمل عن جد يعني من اجمل اغاني، بس هيدا جواب مش عتب، هيدا زعل كبير بيني وبين الفنان مروان خوري. ليش عندك عتب؟ يمكن عطى الحان لفنانة معينة؟ بفضل ما احكي بالموضوع هلا، بس ما فيني اكون خبيثة، يعني فعلا هالموضوع مضايقني لاني بحبه، لاني بعزه كثير، لاني بحترمه، لانه في صداقة بتجمعنا اكثر من 15 سنة عم نحكي، هالقد نحن اصدقاء وغير الصداقة العملية ما بعرف يمكن مش مقصودة، بس انا اعتبرتها ان مش لإلي صار اكثر من هيك ما بدي اقول اليوم. بتعرفي عم بتغني وعم بقول انا يا رب ما توقف ان شاء الله تكمل تكمل عن جد شو هالصوت. اليسار شو سر حضورك مع انه ما في كثير عندك اصدارات؟ ليه هالقد اغانيك بتلاقيها عن جد تضرب وبتبقى؟ ليك لانه دائما وقت بتقدمي شيء بمحبه ومن قلبي وما بتفكري انه كيف، يعني ما بتفكري بالمصلحه، ليك بالفن اذا الفن بدك تجمعيه مع المصلحه او بدك تفكري فيه بمصلحه اكثر ما بيزبط، ما بيكون صادق. شو بتقصدي بال يعني قصدي وقت انا بكون عم نقي اغنيه او عم بشتغل ان كان مع مروان او مع اي فنان اخر، ان كان ملحن او شاعر او موزع، بكون عم بفكر بالغنيه كيف انا بحبها، يعني توصل. بحب اقدمها تشبهني، مش لانه بدها تكون كوميرشال وتجيب لي شغل تجاريه مش تجاريه. انا مش ضد اكيد الاغاني اللي فيها ايقاع، انا قدمت الايقاع مع كمان الشاعر
اسكندر يعني فارس اللي بوجه له تحيه كبيره بحبه كثير، وكمان تحيه للفنان الكبير محمد اسكندر، هالاشخاص اللي فعلا امنوا فيني ووقفوا حدي كمان بمطرح معين. بس انا حدا بغني من قلبه، عم بيقدم فن لانه بحب الفن، ما كثير بهمه الكثره قد ما بهمه الكميه، قد ما بهمه النوعيه فعلا. لاني صادقه اغانيه بحسها بتعيش اكثر، واكيد بقدم اغنيه يعني من قلبي من من يعني فيها مستوى صح. يعني تعيش، مش انه اغنيه موضوعه شوي مش بسيط اذا بدنا نقول سخيف. وهذا الكمان اللي ذكرتيه يمكن بكذا موقع بكذا مقابله كمان لك قال لي صار انه اليوم الاغنيه الناجحه تغيرت، يعني بطل الشخص انه موهوب وعنده صوت حلو وحضور حلو وشكل بينجح. لكن انا بالفن عندي هي عوامل كلها، العوامل بدها تجتمع. يعني انا هلا وحده مثلا كمان ما فيني زقف لو قد ما يكون عندي عوامل فيها نجاح. كثير مهم الفنان يعرف ينقي يختار يغني صح، يغني صح لو سمحتوا. يعني في كثير ناس عنا عم نضيع عليها صدقوني، انا دائما بقول هذا العصب واللوم، يعني انا لو ما انا يمكن شوي عندي حظ اني بطل عندي شويه دعم نفسي بقدر ادعم. في كثير اصوات رائعه عم نهملها كرمان ندعم ناس صدقوني ما عيب يطلعوا على شكل. يعني شو المقصود؟ عيب. مين يدعمهم؟ ما عم نشوف يمكن في برامج دلوقتي اليوم عم تدعم او الاشخاص اللي عم تشتغل وراهم او حتى سبونسر اللي عم، يعني والله صدقوني حرام، يعني نحن بنستاهل فن احلى من هيك، عندنا اصوات بكميات مهوله جميله، عندها اشياء تقدمها، عم نضيع وقت عم يروح من قدامنا وقدام الناس يلي. طب اللي صار انتم كفنانات يعني علمتوا تركتوا بصمه على الساحه الفنيه، طب اليوم عندكم عتب يمكن على شرك الانتاج على البرامج، طب انتم كفنانات شو دوركم اليوم بدعم الفن؟ يعني عم نغير زمن الاغنيه الهابطه يعني اليوم. لاحظ كل الاصوات الحلوه اذا ما بدي اذكر اسماء اللي عم بتقدم اغاني حلوه، لاحظيهم انتاجاتهم مثلي مقلله جدا. يعني مش انا الوحيده، يعني انا ما عم بقول انه انا المظلومه الوحيده، في كثير ناس مظلومه عم بقول، بس عم نقدم يعني نحن قد ما يعني اكثر من كلمه ولحن وغناء ملتزم شو فينا نقدم؟ نعم. وعم نعرف كيف نطلع وعم نقيس مطارحنا، طيب بس وبعدين نحن ايد واحده ما بتزقف وما فيك تستمري يعني فعلا ما فيك، خاصه بهذا الزمن يعني. هلا شوي الوضع تحسن انا برايي، تغربلت كثير اسماء وبعدنا بس بعدنا رح نتابع لقائنا معك اللي صار وحضورك مثل ما ذكرت القريب كثير من القلب وهالقد صريحه وصادقه، ولكن اسمحينا ننتقل لبرنامج سيدتي مع الزميله هدى لنتعرف مثل العاده شو مخصصين من فقرات لحلقتهم لليوم. مسيكي بالخير هدى. مساء الخير ساشا، شو اخبارك؟ الحمد لله انا تمام وبخير. يا هدى طمنينا عنك وخبرينا شوي شو محضرين من فقرات لليوم. اكيد ساشا انا تمام الحمد لله وكل فريق سيدتي الحمد لله بخير. اليوم عندنا في حلقتنا راح يكون عندنا لقاء خاص مع المخرجه السعوديه عهد كامل، وراح نتكلم عن ارتفاع القصور القلبي في السعوديه. عندنا بعد في حلقتنا لليوم راح نناقش مقارنه الازواج وهل هي وصفه نسائيه عشان يخربون البيوت ولا لا، وراح نتعرف على سعوديه لخصت ادوات النجاح في كتاب جديد، ورح نستضيف البعض في استديوهاتنا اليوم في ابو ظبي هناء ابو خريس وهي طفله تهوى عزف القانون وتبرع فيه وتوها ماخذه جائزه في القاهره. طبعا ادعو كل مشاهدين برنامج ببيروت على طول ينضموا لنا بعد ما يخلص البرنامج على روتانا خليجيه ويتابعون فقراتنا، وتحيه لك ولضيوف ساشا وتحيه لنيفين بعد. شكرا يا هدى وموفقين بحلقتكم لليوم، بنحييكم بنحيي فريق عمل برنامج سيدتي. دقيقة قليلة مع الإعلان وآخر فاصل لليوم ببرنامجنا، بنرجع بنتابع لقائنا مع الفنانة أليسار وأيضا كمان شوف شيف وين صار بتحضير الديسير اليوم السويد، تابعونا بعد الفاصل. متابعين مع اخر فقره لليوم برنامجنا ببيروت، عم نحكي يعني عن اطلاله كنا الفنانه اليسار، وكانوا قبل كمان ضيوفنا عم نحكي عن مستحضرات جديده بالسوق التروفي مثل ما عم نشوف امامنا عن هالصوره، كانوا حابين ضيوفنا انه يشوفوها ندى والاميره وفاء، عم نرجع نشوفها على الشاشه بهالميك اب اللافت من المستحضرات المهمه للتروفي، فبنرجع بنحييهم وان شاء الله بنشوفهم كمان عن قريب. هيدي من وحي كريسمس واجواء العيد، هيدا كان ستايل الميك اب.
حلو كثير. وهيك مثل ما عم نشوف اللي صار قد ايه بتهتمي باطلالتك باللوك تبعك؟ شو ما كان عندك، مع انه بالصيف كان في مهرجانات شاركتي فيها. اكيد اكيد. ليكي انا بهتم، بس حدا ما كثير بحب ال يعني بحب السمبلسيتي، يعني البساطه، بس بساطه بفكره، يعني دائما لازم يكون في فكره، في تاتش. بس ايه كثير بهتم كثير. في حدا يعني ما في امراه اذا بدي اقول كمان عربيه اكثر ما بتهتم، بس انا حدا صار عنده نضج كافي انه يعرف شو بينقي، يعني شو بينبق له، شو اوت اوف مثل ما بيقولوا لوك، يعني ما بقرب زي، يعني حتى شوي بيقولوا لي كلهم انه بوليس، يعني بتراقبي بتنتبه، يعني بكون حدا قاعده بالبيت بكون عم بطلع على التلفزيون، مش مسموح حدا معي، مش بس بنتقد قد ما صار عندي مثل ما بيقولوا عين، فينا نقول عين انه تكمش او ثاقبه، قد ما لاني انا حدا كثير بتابع دغري بنتبه للاغلاط، واكثريه الناس بياخذوا رايي انه ليش شو بدنا نلبس اليوم، لانه بتعرفي كل اوكيجن لها وقتها ولبسها والوانها وميك اب تبع كل شيء. صح، كثير عنده ديتيلز. بدنا ندعي الشيف شارل اليوم الحلو والسويت، كيفك مع الحلو؟ دايت ولا؟ لا لا لا، انا حدا قلت انه بتستمتعي بستمتع، بس اكيد بيعمل سكور لحتى يشيل الاكسي، بس بحب اكيد. ما شاف شارل عزار، خبرنا هيك شو التاتش الاخيره اللي ضفتها على التاتش الاخيره؟ هلا اول شيء نحن لنرجع نذكر المشاهدين اللي هلا انضموا لنا، عملنا نحن بلاك فورست، بلاك فورست بس على الطريقه الالمانيه اللي هي الاصليه كيف تنعمل، حطينا بقلبها جريوت يلي هو كرز بري، وعملنا له الامبيباج او السيروي اللي حطيناه هو من الكرز كمان، اكيد فيها بقلبها كومبوتيه كمان من الكرز، وكريم كريم شانتيي مع الفاني، وزينا بالشوكولا، فرجينا التكنيك كيف بنقدر نزين بالشوكولا على الوجه، عملناها بشكل الايكورس جذع الشجره. طب بدنا ندوق ايه اكيد بتكل عليه. على فكره شاف الريد فروتس هن من اكثر الفروتس الديتوكس للجسم بالضبط، ومفيدين جدا. صح شيف شارل عزار، متشكر حضورك معنا لليوم، كمان بتشرفنا برنامجنا ببيروت، نحن بنفتخر فيك شيف، وهيك المزيد من التقدم والنجاح، واهلا وسهلا فيك، ورح ندوق اكيد اكيد طبعا. اللي صار شو في جديد هلا؟ عم اشتقنا نسمع شيء حلو عن جد، يعني عن جد عن جد، وقتها بتقولوا لي هيك بقول لكم انا مشتاقه اكثر، صدقوني في اعمال مثل ما ذكرت. اكيد في اعمال حضرة. انا من جرور انا ماني بعيده، يعني ولا مره قلت اني انا حدا بعيد وبحب، ما في حدا ما بحب، بس صدقوني امرار الظروف بتبقى عكسنا، بس انا اكيد ممنوع اني هالقد غيب، انا بعرف يعني لانه الناس اللي بتحبني هي اللي بتطالب، وانا بعرف حضور وناس ومحبه الناس مشتغله كمان، لا عم حضر شيء، بس اكيد عم بدرسه كثير، يعني كنا بالقبل عم نبلش وبدنا ننزل، بس شوي يعني عم بتمهل شوي، بدي ادرسها انه انا حدا بينتج لحاله، ولازم العالم العمل يصيب، ما فينا كل يوم. صح، انتم غنيه يعني، انبسطنا كثير كمان بحضورك معنا. انا كمان فخوره فيكم، شرفتينا وبالبرنامج طبعا، وموفقه كمان باللاين الخاص فيكم، رح نعمل لك فولو هلا. هلا بليز فولو واعملوا لي شير كمان لنبلش، بنضلنا على تواصل. شكرا لحضورك معنا، لهون نوصل لختام برنامجنا، بكره حلقه جديده رح تجمعنا نحن وياكم بنفس الموعد، بكره حلقه ليوم الاحد رح تكون انا وزميلي نانسي، فكونوا كثار على الموعد، لكم بالف خير ومع السلامه. We'll be right back.